يا صباح الخيرات على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان، اهلا بكم جميعا وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. موضوعات جديده هنتكلم فيها، هنتكلم عن مباراه الامس اللي كانت قويه جدا جدا الحقيقه، طبعا هنتكلم فيها بالتفصيل الى جانب مجموعه من الضيوف اللي اكيد نهاوند كالعاده هتعرفنا عليهم. صباح العسل. ما قلتش صباح النصر يعني؟ لا سايبها لك انت، ده انا قصدي اقول صباح الخير لعلمك بقى، مش هختلف عشان بتاعتك انت دي، صباح النصر تريد مارك بتاعك. صباح النصر، وزي ما كريم قال طبعا هي كانت مباراه قويه ولكن مش من افضل يعني المباريات اللي احنا لعبناها، اكيد كان في احسن، اكيد كان ممكن نادي افضل من كده بكتير. على كل حال احنا معانا فقره كامله هنقدر ان احنا اكيد نحلل ده مع ضيفنا، بس في البدايه طبعا صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان في العالم، لان احنا فعلا بيتابعنا ناس من جميع انحاء العالم وده شيء اكيد يشرفنا جميعا. والنهارده بدايه الشهر 1/3/2021، يا رب يبقى شهر خير وكمان يبقى خير على النادي الاهلي. ننوه بقى زي ما احنا متعودين مع حضراتكم في البدايه، احنا الفقرات اللي معانا اول فقره انا عجباني جدا لان هي بتتكلم عن نموذج نسائي سياسي ورياضي، هي الاستاذه اميره ابو شقه، هي نائبه برلمانيه ولاعبه رمايه. فقره اخرى هيبقى معانا ابطال الاهلي لشباب الكره الطائره، والفقره الاخيره زي ما قلت لحضراتكم هنتكلم فيها اكيد عن الاهلي، ومعانا الاستاذ خالد الاتربي رئيس القسم الرياضي بجريده الشروق. وطبعا خالد هنسعد جدا بالكلام معه وتحليلاته ورؤيته اللي دايما بتكون مختلفه، وتحسه كده ان هو بيتفرج على المباريات من شباك مختلف عن اللي معظم صح. الناس كواليس مختلفه لا وعينه تلقط حاجات لطيفه جدا، فانا ان شاء الله اكيد هنسعد كلنا بوجوده معانا في اخر فقره من فقرات حلقتنا النهارده. طبعا امبارح كان فوز مهم في توقيت مهم للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجوله ال 14 لبطوله الدوري الممتاز، بكده بيرتفع رصيد النادي الاهلي للنقطه رقم 24 فيما يتجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطه 12. طبعا كلنا بعد المباراه دي بننتظر المباراه القادمه للنادي الاهلي امام الاسماعيلي والمؤجله من الاسبوع ال 12 للدوري، وان شاء الله المقرر اقامتها على استاد الاسكندريه يوم 10 مارس المقبل، واكيد تمنياتنا كل التوفيق لفريقنا. زي ما قلنا مباراة كانت قوية، مباراة كانت سريعة من الفريقين، في ضغط هجومي مكثف يمكن أصفر عن العديد من الفرص المهدرة، مباراة تألق فيها حارس المرمى محمد الشناوي وأيضا خلينا نقول محمد بسام، لكن زي ما كابتن سامي قمصان قال مدرب الفريق طبعا الأول لكرة القدم، قال هذا الفوز إعادة ثقة للفريق قبل مواجهة فيتا كلوب المقبلة في دوري أبطال إفريقيا. الفريق خاض المباراة وسط ضغط شديد واللاعبين بذلوا مجهود كبير وكانوا حاجة للفوز لاستعادة هنا الثقة من جديد، وبنوجه ليهم الشكر على الأداء البدني والخططي والتحلي بشخصية الأهلي والفوز في الوقت يعني القاتل. ولكن أنا عندي برضو نقطة صغيرة مش قادرة أن أنا ما أقولهاش، معلش. أنا بتفق جدا أكيد مع كابتن سامي قمصان، ولكن إحنا كنا متوقعين الحق يقال أن بعد الهزيمة من سيمبا هيكون في كده بداية شرسة في المباراة أمس، ولكن ما أعتقدش أن إحنا شفنا ده، شفنا ده من طلائع الجيش يمكن بعد 25 دقيقة أو 20 دقيقة ابتدى الأهلي أن إحنا نشوفه بالصورة اللي إحنا كنا يعني عايزينها من البداية. على كل حال برضو إحنا مش هنحلل دلوقتي، إحنا ننتظر فقرة الضيف، ولكن دي حاجات بنقولها لأن بتتشاف بالعين زي ما بنقول المباراة. أكيد هنتكلم في التفصيله دي وفي تفاصيل غيرها كتير مع زميلنا الجميل الاستاذ خالد الاتربي، لكن ما فيش شك ان احنا امبارح واجهنا فريق قوي بيلعب بشكل مميز جدا، وده احتاج كمان الى جهد كبير من الجهاز الفني اللي بيعمل طبعا بشكل مستمر على تطوير الاداء عند كل لاعب من لاعبي الفريق الاول لكره القدم. طبعا كان في تعديلات فنيه اسفرت عن تحسن الاداء نسبيا وتسجيل هدف اللقاء الثاني في الدقيقه 90 كما عودنا النادي الاهلي. طبعا امبارح قال كابتن سامي قمصان جمله مهمه جدا، قال ان اي فريق كبير لابد وان يكون لديه حارس مميز، ومحمد الشناوي قدم مباراه كبيره ونحن محظوظون بما يقدمه، كما ان اجاييه ادى بشكل جيد. طبعا كلام حقيقي مليون في المية، وبرضه هرجع اقول لحضراتكم هنتكلم في كل التفاصيل ان شاء الله في اخر فقره في حلقه النهارده. طيب احنا كنا اتكلمنا امبارح قد ايه كابتن محمود الخطيب بيكون مهتم وحريص ان هو يعقد جلسات مع طبعا الفريق، هو امبارح عقد كان جلسه مع الجهاز الفني واللاعبين قبل المباراه، وكان ليها اكيد دور كبير في دعم الجميع واعاده الثقه لعناصر الفريق بعد نتيجه مباراه سيمبا زي ما كنت بقول لحضراتكم، والظروف كمان اللي اقيمت فيها. الاهلي خلينا نقول مش بيقدم اعذار لاي نتيجه، الجهاز الفني بيعمل على تصحيح اكيد الاخطاء وتطوير الاداء وعلاج كمان السلبيات، لكن خلينا نقول مهم ان احنا نوجه الشكر لجماهير الاهلي اللي بتدعم دايما الفريق. يعني احنا دايما بنقول نفسنا كنا نفوز ونفسنا نشوف كوره حلوه، لكن في الاول وفي الاخر احنا معاك يا اهلي دي مش هتتغير يعني برضه.
طيب تعالي بقى نروح زي ما بنعمل في بدايه كل حلقه من حلقات 10 الصبح في الاهلي، نتابع مع كل حضراتكم حاله الطقس وتوقعات درجات الحراره ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. الناس كانت متوقعه ان خلاص كده يعني الصيف داخل او الربيع داخل، لكن واضح ان من درجات الحراره لا لسه شويه الشتاء مستني معانا. ويمكن برضو طاهر دلوقتي قدام حضراتكم لان زي ما قلت ده لايف، فالجو فعلا فيه غيوم يعني مش واضح. بصي اكيد هتدخلي برضو في اجواء شتويه على الاقل مره واحده قبل نهايه مارس عشان يبقى ايه، يبقى السيزون شطب رسمي. انا فاكره دكتور محمود لما كان بيقول لنا على تغيير المناخ. المناخ خلاص في اخر فصل الفصول، فاحنا كنا بنقول له هو لسه الشتاء دخل لما هيتغير مناخ في نهاية الشتاء، هو اصلا احنا ما حسيناش بيه فعلا، غريبه. طيب ممكن بس اقول حاجه قبل ما نكمل؟ اوكي. امبارح احنا كنا بنسال بعض في الحلقه توقعات النتيجه. ايوه صح. انا ما قلتش على الهوا، ولكن لتاني مره على التوالي توقعاتي بتصدق. انا رحت عملت تويتر، يا ريت الزملاء بس ينزلوها دلوقتي، ده كان الساعه 4:30 العصر، وكنت بسال الناس على تويتر توقعاتكم الماتش اليوم. انا اتوقع وانا بقول 2-0 او 1 للاهلي، وقد كان 2-0 او 1. تقصدي بيها يا 2-0 يا 1-0 ولا 2-0 او 2-1؟ او 2-1 للاهلي. يخرب عقلك ده بالظبط. شفت بقى يعني انا ما بتظبطش معايا ولا مره. وبص بقى من بعض التعليقات يعني اقرا كده. لا من هنا فين؟ كل سنه وانت طيبه. اقري لي انت بقى عشان النظر بعافيه يا اختي والمسافه بعيده. لا يعني ناس بركاتك يا شيخ. الله 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 الله. دي بعض التعليقات اللي جت. بس يعني انا مبسوطه ان تاني مره يعني التوقعات بتاعتي بتصدق. يعني سيبك انت، انا برضو بتفائل جدا بصباح النصر. صباح النصر. أيوة دايما الله. علينا يا رب وعلى النادي الاهلي دايما. نروح بقى مع حضراتكم لاخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه دلوقتي والانشطه، ومراسلتنا الجميله هنا ابو القاسم من مقر النادي الاهلي بالجزيره. هنا صباح الخير عليكي، مصبح عليكي انا وكريم. يا صباح الخير عليكم يا نهواندو ويا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة وهنقل لكم آخر أخبار الفرق الرياضية. نبدأ بلعبة كرة السلة. رجال كرة السلة عندهم النهاردة مباراة مهمة في ذهاب دوري السوبر. المباراة هتكون أمام فريق الجزيرة الساعة 6 هنا بمقر النادي. يعني طبعا المباراة هتكون مش سهلة، الجزيرة أكيد خصم قوي، لكن رجال النادي الأهلي قدها وإن شاء الله المباراة تكون لصالحهم. كمان سيدات كرة السلة النهاردة بيواصلوا استأنفوا تدريباتهم بعد راحة سلبية لمدة 24 ساعة. طبعا كانوا منحهم الجهاز الفني راحة سلبية بعد الفوز في نهائي بطولة كاس مصر، لكن كعادة النادي الأهلي خلاص هيغلقوا صفحة كاس مصر ويركزوا في بطولة الدوري، لأن هدف الفريق حاليا هو تحقيق رباعية هذا الموسم. يعني هم قدروا يحققوا بطولة كاس مصر، قدروا يحققوا بطولة السوبر، وكمان قدروا يحققوا الدوري المرتبط. إن شاء الله كمان يقدروا يحققوا بطولة الدوري العام ويحققوا رباعية هذا الموسم. خلونا ننتقل للعبة كرة اليد. سيدات كرة اليد بيستأنفوا تدريباتهم أيضا بعد راحة سلبية لمدة 24 ساعة، كان الجهاز الفني منحها للاعبات طبعا بقيادة كابتن يحيى يوسف بعد الفوز على فريق سبورتنج بنتيجة 24-23 ضمن منافسات بطولة الدوري. بيستعدوا بقى للمباراة القادمة هتكون يوم الجمعة القادم أمام فريق مدينة نصر ضمن منافسات بطولة الدوري. الحقيقة أن هدف الفريق أو سيدات كرة اليد الفترة دي هو حصول على
الثلاثية أيضا لهذا الموسم، والحقيقة أن هم ماشيين بخطوات ثابتة، عاملين موسم كبير جدا، يعني هم متصدرين جدول الترتيب بفارق 7 نقاط عن تاني الجدول، وكمان قدروا يحجزوا مقعد في نصف نهائي بطولة كاس مصر. نتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله يقدروا يحققوا ثلاثية هذا الموسم. خلونا ننتقل للعبة كرة الطايرة. سيدات كرة الطايرة أيضا عندهم تدريب اليوم الساعة 5:30 مساء، استعدادا بقى للمباراة القادمة هتكون يوم الجمعة أمام سبورتنج ضمن منافسات بطولة الدوري. يعني حقيقة سيدات الذهب كالمعتاد مركزين جدا، عاملين موسم كبير جدا في بطولة الدوري، قدروا يفوزوا في جميع المباريات بفرق سكور، يعني يمكن في كل المباريات قدروا يفوزوا بنتيجة 3-0 ما عدا مباراة واحدة فازوا بنتيجة 3-1 عفوا. وهو ده فريق كرة الطايرة بالنادي الأهلي السيدات، طبعا سيدات الذهب. كمان معانا أخبار للكاراتيه. الحقيقة أن فرق الكاراتيه سواء الأشبال الناشئين أو الشباب بيستعدوا جيدا، عندهم بطولة مهمة شهر مارس الجاري، بطولة الرانك اللي بتؤهل للانضمام لمنتخب مصر. مرحلة الأشبال هتبدأ يوم 16/3، مرحلة الناشئين هتبدأ يوم 21/3، ومرحلة الشباب هتبدأ يوم 26/3. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله يكونوا متألقين كعادة فرق الكاراتيه بالنادي الأهلي. أخيرا معنا خبر كمان له علاقة بكرة المية. فريق كرة المية عنده مباراة هامة غدا أمام نادي هليوبلس. المباراة هتكون في هليوبلس الساعة 9:30 مساء ضمن منافسات بطولة الدوري. وخليني أقول لكم إن فريق كرة الماء الحقيقة عامل برضو موسم كبير في الدوري، يعني فاز في آخر مباراة على فريق الصيد بنتيجة 21-7، كانوا مسيطرين معظم المباراة، وبرضو هو ده النادي الأهلي الحقيقة. بنتمنى طبعا لفريق كرة الماء التوفيق غدا في المباراة أمام هليوبلس، وبنتمنى التوفيق لجميع الفرق الرياضية، وإن شاء الله كده النادي الأهلي يفضل دايما رقم واحد. دي كانت أبرز أخبار الفرق الرياضية معاكم. لو عندكم أي استفسارات العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. بنشكرك جدا على التغطية الرائعة عادي يا هنا، شكرا ليكي. ونروح بقى مع حضراتكم على مقر موقع يلا كوره مع مراسلتنا مريم سميح، وهنتابع معاها اهم الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع المحليه والعالميه، وبالمناسبه منهم كمان خبرين متعلقين بمحمد صلاح، خبر ليه علاقه بترتيب الحذاء الذهبي، وخبر تاني ليه علاقه بان هو والشناوي في قائمه مصر الاوليه للاولمبياد. فطبعا بنصبح عليكي يا مريم. سمعانا يا مريم، صباح الفل عليكي. وعايز اقول لحضراتكم كمان مريم مش هتكون لوحدها، هيكون معاها كمان لقاء مع الاستاذ ايمن جلبرتو، وهو مدير النشر في موقع يلا كوره. مريم صباح الفل عليكي، انت وضيفك، وتفضلي احنا سامعينك. صباح الخير يا كريم. صباح الخير يا نهاوند، وطبعا بصبح على كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. بيتجدد لقائنا من جديد، جوله صحفيه جديده في ابرز العناوين الصادرة صباح اليوم الاثنين من داخل موقع يلا كورة. طبعا قبل ما نروح للعناوين، وطبعا قبل ما نتشرف بضيفنا العزيز أيمن جلبرتو، خلينا نفكر مشاهدينا بأبرز مباريات اليوم في الدوري المصري. الاتحاد السكندري وام بي في تمام الساعة 5 مساء، كمان وادي دجلة والزمالك في تمام الساعة 7:30 مساء، وفي الدوري الإنجليزي أفرتون وساوثامبتون في تمام الساعة 10 مساء. أما بالنسبة للدوري الإسباني فريال مدريد وريال سوسيداد في تمام الساعة 10 مساء. أما بالنسبة للعناوين اللي هتكون معانا النهاردة في جولتنا الصحفية من موقع اليوم السابع، الأهلي يغلق صفحة مباراة الطلائع ويبدأ التحضير لموقع فيتا كلوب. ومن الشروق الأهلي يخوض مواجهة فيتا كلوب على استاد القاهرة، ومرجان موسيماني طلب خوض مباريات إفريقيا في القاهرة، السلام للمباريات المحلية وطائرة خاصة لرحلات الفريق الإفريقية. وكمان من موقع يلا كورة، غريب صلاح والشناوي في قائمة مصر الأولية للأولمبياد، وسنخاطب ليفربول في مارس. كمان من بوابة أخبار اليوم، بعد فوزه على ليفربول أفرتون في مهمة جديدة أمام ساوثامبتون. وأخيرا من روسيا اليوم، ترتيب الحذاء الذهبي، ليفاندوفسكي يتصدر وتقدم ميسي ورونالدو وتراجع صلاح. طبعا في كل هذه العناوين يعني يسعدنا ويشرفنا ان احنا يكون معانا الاستاذ ايمن جلبرتو الناقد الرياضي ومدير النشر بموقع يلا كوره عشان نتناقش معاه في كل هذه العناوين. طبعا بصبح عليك يا ايمن، بيسعدنا يعني لقائك في الجوله الصحفيه على شاشه قناه النادي الاهلي. العناوين الابرز اللي كانت موجوده يعني مساء امس وصباح اليوم، الاهلي فوزوا 2-1، يمكن كانت مباراه علق عليها الكثير برضو بيتسو موسيماني المدير الفني. المباراة القادمة غلق صفحة طلائع الجيش على الرغم من فوز 2-1، عايزة أعرف رأيك بخصوص الموضوع ده.
اهلا بيكي واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي كريم ونهاوند. طبعا النادي الاهلي امبارح الفوز كان صعب، الفوز اتاخر، طبعا في ضغوطات كبيره على الفريق الفتره اللي فاتت، الخساره من سيمبا التنزاني في بدايه يعني في المباراه الثانيه افريقيا. المباراه لو يعني كاداء، الاداء ممكن ما يكونش افضل حاجه، لكن الاهم في المباريات دي ان انت بتحققي المكسب، تاخدي 3 نقط، عشان في فرق مباريات بين النادي الاهلي والانديه الاخرى، بيحاول ان هو يفضل ان هو محافظ يعني على انتصاراته والنقاط ان هي ما تبعدش عن المنافس. النادي الاهلي عنده بعض الامور اللي من المفترض ان الايام اللي جايه ان شاء الله الفريق يبتدي يتلاشاها، يبتدي يصححها، عشان مباراه فيتا كلوب طبعا الامور هتبقى مختلفه تماما، الحسابات مختلفه تماما. في يعني ما كانش في توفيق لبعض اللاعبين في مباراه طلائع الجيش، ولكن من الحاجات طبعا الايجابيه جونيور اجاييه، وازاي ان هو مباراه عن اخرى بيستعيد بريقه. طبعا الاصابه كانت طويله من بعد النهائي الافريقي امام الزمالك، وبتعد كثيرا عن مباراه النهارده، هو بيسجل اهدافه في الدوري بعد ما سجل ضربه جزاء شهيره في كاس العالم للانديه، عمل اداء كويس في مباراه المريخ السوداني. بالطبع استمرار محمد الشناوي وتألقه والحفاظ على مستواه وتطور، دي حاجة بتدي أمان للمنتخب، سواء عفوا للنادي الأهلي وكمان لمنتخب مصر في المرحلة المقبلة. الأمور كلها مميزة جدا، وبالتالي إن شاء الله النادي الأهلي يكون مميز في الفترة اللي جاية. يمكن عايزة أعرف منك كمان بعض الدروس المستفادة اللي ممكن بيتسو موسيماني يخرج بيها من مباراة طلائع الجيش، علشان يعني يستفيد كمان منها خلال المباراة المقبلة مع فيتا كلوب. طبعا هي أهم حاجة إن إزاي الفرقة ترجع تاني تخلق الفرص الكبيرة في المباريات. امبارح يمكن الفرص ما كانتش بالغزارة، الفعالية الهجومية محتاجة طبعا إن هي تبقى أفضل من كده. الفريق أكيد عنده إجهاد في ضغط مباريات شديد، مش يعني مدربين العالم كلهم مش قادرين بيتعاملوا مع فكرة الضغوطات دي بالشكل الأمثل، لأن الوضع صعب استثنائي في كل دول العالم، ما بالك إحنا هنا في الدوري المصري الأمور كمان أصعب وأصعب. لكن ده دور المدير الفني للنادي الأهلي، إن هو لازم يتعامل مع الضغوط، لازم يتعامل مع المباريات، لازم يتعامل إن الطموحات والأهداف بتاعت الجماهير بتختلف من نادي لنادي. ممكن هو بالتأكيد محتاج وقت، محتاج كان فترة إعداد، محتاج أمور كثيرة ممكن يكون ملقاش، لكن هي دي بتبقى ضريبة إن أنت تبقى المدير الفني للنادي الأهلي. إن شاء الله بيتسو موسيماني والمجموعة اللي معاه ومجموعة اللاعبين الفترة اللي جاية لو في أخطاء يشتغلوا عليها، الفرقة هتحقق إنجازات. الهدف الفترة اللي جاية إن إحنا إزاي نحافظ عليه، كابتن محمود الخطيب نفسه أكد في أكتر من مناسبة للاعبين إن الأهلي لما بيكسب بطولة بتبقى في الماضي، بنحتفل في يوم بعد كده خلاص بطولة بتبقى في الماضي، لأن عندنا أهداف تانية. فإن شاء الله الفرقة تقدر تتجاوز أي صعوبات عندها، تتجاوز أي إصابات، الأمور الفنية تتصلح، ويبقى في أداء بشكل أفضل بإذن الله. يعني عايز اعرف كمان منك، دايما السوشيال ميديا بتتكلم عن روح الاهلي بلس 90 بلس 90، عايز اعرف اكتر منك عن الروح دي، خاصه ان في ناس كتيره جدا بتعلق عليها دايما. وبعدها كمان عايزين نتكلم عن اختيار بيتسو موسيماني لملاعب يعني استاد القاهره، كمان الاهلي والسلام، وكمان يعني نقطه بالنسبه للاداره ان هي يكون في طائره خاصه بالنسبه للفريق الاخر. طبعا دي حاجه جميله، فكره ان الاهلي دايما لا تامن للاهلي حتى يعني اخر ثواني في المباراه، وكان اللقطه دي الصراحه يستحقها اجايي على المستوى اللي هو قدمه في المباراه بشكل عام، في الناحيه الهجوميه وحتى في بعض النواحي الدفاعيه. اجايي كان احد يعني الناس كلها مركزه طبعا مع الشناوي، لانه امبارح فعلا كان احد رجال المباراة، لكن أجاييه كمان يستحق ان هو يبقى من افضل اللاعبين في المباراة، فاستحق لقطة بلس 90 في مباراة طلائع الجيش. طبعا استاد القاهرة في مميزات تخص ارض الملعب، المساحات بتاعته، الفرق الافريقية عموما بتخاف اكتر من استاد القاهرة، فيمكن عشان كده بيتسو موسيماني او الجهاز الفني شايف ان مباريات افريقيا الافضل ان هي تتلعب في استاد القاهرة عن ملعب الاهلي والسلام. استاد القاهرة شفنا ارضيته طبعا في مباراة المريخ كانت جميلة جدا بعد التجديدات، ضغوطات الماتشات عليه بتبقى اقل بكتير من الاهلي والسلام، فده افضل.
نقطة إيجابية جدا إن الإدارة بتوفر طائرة خاصة للرحلات الخارجية. الأهلي عنده رحلة الكونغو دي مش هتبقى سهلة بعد يعني مباراة فيتا كلوب اللي جاي، المباراة اللي هي في الجولة الرابعة الرحلة بتبقى للكونغو صعبة، فبالتالي توفير طائرة خاصة ده أمر سهل. بعد كده في الختام في رحلة أو بعديه على طول هيبقى في رحلة للسودان، كل دي أمور بتريح الفرقة. ده دور الإدارة إن هي إزاي توفر سبل الراحة للفرقة عشان ينزلوا يأدوا أفضل ما لديهم. يعني إدارة النادي الأهلي بتوفر كل حاجة للفريق، وبالتالي الفريق إن شاء الله يعني يقدم كل ما هو جيد. أيمن أنا بشكرك جدا طبعا على تحليلك لهذه العناوين، يمكن كان معانا عناوين أخرى ولكن كان بالنسبة لنا الأهم هو طبعا عناوين يعني النادي الأهلي وكل ما يتعلق بالنادي الأهلي والعناوين اللي تناولت فوز طلائع الجيش وكمان إغلاق الصفحة نهائيا والاستعداد للمباراة القادمة مع فيتا كلوب. يمكن دي كانت جولة صحفية، وطبعا يعني أسعدنا تشريف الأستاذ أيمن جلبرتو الناقد الرياضي ومدير النشر بموقع يلا كورة. بشكركم جدا، الكلمة إليكم مرة أخرى. احنا بنشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزة مريم سميح، وأكيد تحياتنا لضيفك العزيز الأستاذ أيمن جلبرتو، وبطبيعة الحال شكرنا موصول للزميلة الجميلة هنا أبو القاسم. شكرا ليك. هي بس قالت فوز طلائع الجيش، هو فوز الاهلي في اخر الكلام زلت لسان كلنا طبعا بنمر بيها. بس النقطه اللي اتكلموا فيها عن اجايب، صراحه انا شايفه ان يعني اجايب فعلا امبارح كان اداؤه رائع جدا طبعا. هو يمكن عودته كمان مكسب كبير جدا للاهلي، وكان في فتره كده زي ما بيقولوا بيجهز، ولكن العوده كانت اكثر من رائعه. فتحيه كبيره جدا للاعب المتميز جونيور اجايب، ولعب بالروح المعتادة بتاعته ولعب يعني كان في الفورمة يعني في أيام كده ساعات تحس اللعيبة فايقين وأيام لأ. لا امبارح هو كان فايق بشكل ملحوظ، يعني امبارح كان وعايز اقول لك هو كان يعني بيلعب زي ما بيقولوا كده مدافع، بيلعب مهاجم، بيلعب بلاي ميكر، يعني هو كان بيلعب كل حاجه امبارح. طبعا برضو هنحلل في الفقره، ولكن ده اللي احنا شفناه. فبجد امبارح شابو لجونيور اجايب. خلينا نروح مع حضراتكم بقى للرياضه العالميه والتزلج تحديدا. هنا حقق البولندي بيتر زيلا لقب العالمي الاول بعد ان توج بسباق قفز التزلج العالمي في المانيا عشان يفوز بقى باللقب بعد أن جمع هنا 268.8 نقطة. كمان كان المركز الثاني من نصيب الألماني كارل غريغر، وفاز السلوفيني إنجي لانساك بالمركز الثالث. وإلى رياضة الجولف، حيث تصدر كولين موريكاوا ترتيب اللاعبين في بطولة فلوريدا للجولف في الولايات المتحدة الأمريكية بفارق نقطتين بعد ما جمع 5 ضربات تحت المعدل. طيب خلينا نروح بقى لسباق السيارات، حيث وصل أوتاناكس سائق فريق هايونداي أداؤه المتميز في رالي فنلندا. زي النهاردة يوم 1 مارس ولكن من عام 1958، ده كان يوم مولد كابتن أحمد ناجي حارس مرمى النادي الأهلي السابق، وطبعا مدرب الحراس في الفترة الذهبية للنادي الأهلي. قاد الحراس للفوز بالعديد من البطولات وحصد برونزية مونديال الأندية في 2006، ومع المنتخب المصري كان أبرز إنجازاته المساهمة في حصول الفراعنة على لقب وصيف البطل والوصول لنهائيات كأس العالم عام 2018 في روسيا للمرة الثالثة في تاريخ منتخب مصر على الإطلاق. هنتعرف أكتر على تاريخ كابتن ناجي من خلال هذا التقرير، بعديه هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلام. تفضل. من أهم وأبرز نجوم الأهلي في عصره الذهبي، نجح مع كبير أندية مصر وإفريقيا كلاعب ومدرب، وخدم منتخب بلاده بكل شرف وأمانة إلى أن حقق حلمه ووصل إلى المونديال وهو مدرب لحراس مرمى الفراعنة. هو الحارس الأمين للنادي الأهلي أحمد ناجي. ولد ناجي في مارس عام 1958، وبدأ مشواره في القلعة الحمراء لاعبا في قطاع الناشئين، وظهر في جيل الكبار إكرامي وثابت البطل. مع الأهلي حصد ناجي كل البطولات المحلية والقارية، حيث توج بلقب الدوري المصري في 3 مناسبات ولقب بطولة الكأس في مناسبتين، كما كان له نصيب في الفوز بالبطولة الإفريقية مرتين، وشارك مع منتخب مصر في دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس عام 1984. لعب ناجي لصفوف الترسانة وحصد معهم بطولة كأس مصر عام 1986،
وبعد أن ترك الشواكيش لعب لصفوف منتخب السويس في نهاية حقبة الثمانينات، وساهم في حصول أبناء الغريب على المركز الثاني في بطولة كأس مصر. بعد اعتزال ناجي لكرة القدم اتجه إلى مجال التدريب وشغل منصب مدرب حراس المرمى في أحد أهم وأقوى عصور الأهلي الذهبية مع البرتغالي مانويل جوزيه، حيث حصد لقب بطولة الدوري في 4 مناسبات ومثلها لكأس مصر، كما حصد دوري أبطال إفريقيا 3 مرات ومثلها لكأس السوبر الإفريقي، بجانب برونزية كأس العالم للأندية عام 2006. مع الفراعنة تولى ناجي تدريب حراس مرمى المنتخب في حقبة الأرجنتيني هيكتور كوبر الذي قاد الفراعنة للوصول إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية في الجابون عام 2017 بعد غياب 7 سنوات كاملة، كما ساهم في بلوغ منتخب مصر لنهائيات مونديال روسيا عام 2018 بعد غياب دام 28 عاما. أحمد ناجي الشاعر الغنائي وصاحب الكلمات الرقيقة التي يدونها دائما على صفحات السوشيال ميديا أو في كتبه، استطاع أن يترك بصمة رائعة وتاريخية لاعبا ومدربا في تاريخ الأهلي ومنتخب مصر بمشواره المليء بالانتصارات والإنجازات. نموذج للمرأة الناجحة في شتى المجالات الرياضية والسياسية، هي النائبة البرلمانية أميرة أبو شقة وإحدى بطلات الرماية في مصر. أميرة أبو شقة حصدت العديد من الميداليات والمراكز في عدد من البطولات المحلية والإقليمية والدولية، وتشارك في بطولة العالم للرماية المقامة حاليا في مصر باعتبارها إحدى بطلات الفراعنة في اللعبة. النائبة أميرة أبو شقة بطلة مصر وإفريقيا، حصدت العديد من الألقاب والجوائز ومثلت مصر في عدد من البطولات العالمية، وحصلت أبو شقة على بطولة الجمهورية للرماية وحصلت فيها على المركز الأول في لعبة رماية السكيت في 2018، واستطاعت أيضا الحصول على فضية البطولة الإفريقية للرماية على الأطباق السكيت بالمغرب. النائبة البرلمانية والبطلة الرياضية أعربت عن سعادتها كونها داخل أعرق البرلمانات في العالم مجلس النواب المصري وبطلة مصر وإفريقيا، للتأكيد على أن عضوات البرلمان يمثلن ويشرفن مصر نيابيا ورياضيا في كافة المحافل الدولية ويرفعن اسم وطنهن الغالي في كافة الميادين. يا أهلا بكل حضراتكم مرة تانية. احنا مشرفانا في الاستوديو نموذج جديد على او نموذج بينفي فكرة ان اللي ناجح رياضيا مش بالضرورة يكون ناجح في بقية مناحي حياته. احنا مشرفنا في الاستوديو نموذج للمرأة الناجحة سياسيا وايضا رياضيا، النائبة البرلمانية أميرة أبو شقة، وهي ايضا بطلة مصر في الرماية. صباح الفل على حضرتك، سعداء ومتشرفين بوجودك معانا. أنا سعيدة جدا بقى بشكل يعني خاص مرأة. أنا مبسوطة جدا إن إحنا في مصر يعني مؤخرا، طبعا ده على مدار التاريخ، ولكن مؤخرا أصبح هناك يعني نماذج عديدة، لأن كمان القيادة السياسية اهتمت جدا بهذا الملف وتمكين المرأة سياسيا ورياضيا، خلينا نقول، وده الميكس أو المزج اللي إحنا هنعمله في الفقرة دي. نموذج رائع جدا للمرأة المصرية. وأنا معلش مش عايزة أخش على طول على الرياضة، ممكن نخش على البروفايل. أمير أبو شقة أولا عائلة كبيرة جدا وفي القانون كمان، وأنا سعيدة لأن أنا كمان باك جراوند بتاعي قانون، فخلينا نبدأ من هنا النشأة، وبعدين تدريجيا بقى الرياضة بدأت إمتى، حبك للسياسة بدأ إمتى؟ أولا أنا بشكركم على الاستضافة الجميلة دي، وتأكيدا لكلام حضرتك المرأة في مصر طول عمرها ناجحة، ولكن كان محتاجة فرصة. صحيح. وأخيرا حد سمع صوتنا، القيادة السياسية أخيرا أدركت أن المرأة المصرية تستطيع أنها تعمل، تقوم بأكتر من دور، فدي فرصة. وكون أن أنا قاعدة معاكم هنا أخيرا وصلنا أن صوتنا بقى مسموع. بالنسبة لي أنا النشأة بتاعتي طبعا أنا في بيت سياسي، والتعليم الحمد لله وحصلت على أكثر من شهادة متنوعة، بدأت بالأدب الفرنساوي، أدب فرنسي، ومروراً بإدارة الأعمال والإحصاء، ومروراً برضو بالاقتصاد والسياسة، وأخيراً وليس أخيراً أنا عندي امتحان بعد بكرة في سنة رابعة حقوق،
لازم بقى نكمل مسيره العيله. لا ده مش الاخيره ان شاء الله، يبقى في محطات تانية. ولكن انا اتربيت في بيت بيحب العلم وبيقدر العلم وبيقدر قوي قوي اللغه العربيه. يعني حتى لما بنبقى في البيت في ومعايا اصحابي او كده بيبقوا بيضحكوا لان احنا بنتكلم بلغه عربيه، فبيحسوا ان احنا ايام الجاهليه. فاحنا بنحب اللغه العربيه وبنقدرها، وحتى دعينا في البرلمان ان رئيس البرلمان الحالي بيدعو الجميع ان احنا نتحدث باللغه العربيه وبلاش المصطلحات اللي هي الانجليزيه. فده المجال التعليمي. بالنسبه للمجال الرياضي، انا يعني طول عمري بلعب سكواش وركوب الخيل، وفي الاخر قررت ان انا احترف. الكلام ده مش في الاخر، ده من 20 سنه احترف لعبه الرمايه. وهي لعبه طبعا النهارده هنتكلم عليها باستفاضه، ولكن هي لعبه جميله جدا 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 وليها مميزات غير الرياضه في الثبات الانفعالي وفي السيطره على حل الازمات. لان حضرتك انت عارفه الرمايه ده طبق متحرك، ممكن يطلع بالهواء وينزل بالهواء، يتحرك ما يطلعش خالص. حضرتك بيبقى معاكي اداه قاتله اللي هي البندقيه، فازاي تتحكمي في اعصابك قبل خروج الطلقه، ازاي تسيطري على الوضع لو حصل اي مشكله. فهي من اكتر الحاجات اللي ساعدتني هو التفكير خارج الصندوق زي ما بيقولوا. حلو. واداره الازمات. فده على المستوى الرياضي. حلو قوي. اولا انا سعيد جدا باهتمام الاسره بالكامل عند حضرتك باللغه العربيه، واللي بتاعت يعني انتهكت كتير قوي في الفترة الأخيرة، وخصوصا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وبقينا نشوف ونقرأ تعليقات أو بوستات أو تويتات مثلا من ناس المفترض أن هم ناس متعلمين كويس جدا، لغة عربية ما أنزل الله بها من سلطان ما خصهاش. فطبعا دي حاجة تحترم جدا. عندي فضول أعرف هو تركيبة شخصية حضرتك من النوع اللي ما بتكتفيش بشيء. يعني لما فكرتي تدرسي جيتي واخده لك 4-5 مجالات مختلفة، لما فكرتي تمارسي رياضة لعبتي لك 4-5 رياضات مختلفة وبشكل احترافي. فواضح ان انت عندك نعم في الحصول على المزيد من الخبرات مثلا او المزيد من النجاحات مثلا، بتفكري في الموضوع ده ازاي؟ انا يعني من الناس اللي بتعتقد ان طول ما الانسان على قيد الحياه فهو يامل في النجاح، والنجاح في مجالات كتيره قوي، لان ربنا بيدي الانسان نعمه يعني المهارات متعدده. وبرضه باكد على حضرتك، هو المهاره بتطلع لما بيبقى فيه تشجيع. أيوة. من الاسره، تشجيع من الدوله، تشجيع من المحيط. يعني حضرتك بطولة العالم للرماية، أنا بتكلم بمنتهى الشفافية، وأول مرة في حياتي أنا شاهدت بطولات كتيرة جدا أشوف بطولة بهذا التنظيم. وزارة الشباب والرياضة اللي عملته ما اتعملش في بطولة طبعا في ظل كورونا، يعني 30 دولة ناس أجانب شاهدوا لنا جميعا بتنظيم مشرف، تنظيم على 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 مجال مثلا الاتحاد الرماية، نادي الصيد اللي اقام البطوله. احنا بنسافر بطولات كتيره قوي في اماكن ساعات ما بنضيعش لاماكن نقعد فيها. كل صغيره وكبيره اتعملت في البطوله دي كانت يعني بتكلل بالنجاح. الناس كلها كانت مصممه تنجح البطوله. فطول ما حضرتك عندك ناس بتشجعك لازم تسعى في النجاح على كل مستوى حضرتك بتدخل فيه. طب عايز اسال حضرتك بقى، لو هنتكلم عن الرياضه دي تحديدا، لان هي برضو رياضه مش فاميليير هيقول لك للمراه، يعني الرمايه لا، يعني حتى في نادي الصيد انا وحضرتك في نفس النادي يعني مع بعض، لما بنروح صحابنا كلهم تقريبا بنسبه 95% رجال والباقي سيدات. اشمعنى الرياضه دي برضو تحديدا اللي شدتك؟ هي فعلا رياضه الرمايه في مصر، ولكن في العالم السيدات ممكن تبقى اعلى كفاءه من الرجال فعلا. بس احنا في مصر عشان الـ يعني المجتمع والتقاليد بتاعتنا بيعتبروا ان المراه الصعيديه والمراه هي وانا صعيديه وبفتخر ان انا من اسيوط واجدع ناس وانا بفتخر جدا ان انا مراه صعيديه. فهم بيعتقدوا ان المراه يعني السلاح بالنسبه لها مش هوايه. ولكن احنا في مصر بدا بقى بنحاول دلوقتي نطلع مدارس للناشئين والناشئات المصريين، فالمنظور بدا يختلف. بدا يختلف بيكو، يعني الاعلام لما بيبدا يسلط الضوء على رياضه زي رياضه الرمايه يقول يا جماعه دي رياضه واهدافها وايه مميزاتها وازاي هي المراه ممكن تبدع فيها وممكن تصل لاعلى المراكز فيها، بيبدا الناس يعني بعد البطوله دي كم من الناس اللي اتفرجوا علينا في النادي كله جاي يقول لي هو حضرتك ممكن نيجي ممكن نتدرب، وكتير جدا بداوا يتواصلوا معايا. وان شاء الله بعد البطوله دي هتلاقوا طفره في رمايه السيدات في مصر جداً. يعني ان شاء الله. جداً. الله. طيب واضح تماما ان حضرتك مش في نيتك ان العمل السياسي ولا البرلماني ياخدوكي من الرياضه وعالم الرياضه.
صح برضو ولا الكلام مش مظبوط؟ بص حضرتك، انا يعني علم الإدارة طلعت منه وعلمني كيف أدير الوقت، لأن أنا ممكن في ساعة أعمل حاجة ما أعملهاش في 10 ساعات. صح. فهي الفكرة في تنظيم الوقت والأهداف، حضرتك عايز إيه من وقتك، وكل مقام مقال. يعني أنا دلوقتي عايزة في البرلمان بحضر للي هقوله، بركز جدا في البرلمان. أنا في الرياضة ببقى بطلع البرلمان، لأن حضرتك عارف الرماية محتاجة مش تركيز، تركيز كل لحظة، لأن يعني هي طبق بيتحرك، فلازم طبعا لحظة خروج الخرطوشة أو لحظة خروج الطلقة بيبقى ذهنك صافي، ما ينفعش تفكر في أي حاجة. فالبرلمان مش عارفة أقول لحياتك أنا سعيدة بيه إزاي. والبرلمان دلوقتي المرأة بقى ليها صوت أخيرا، إحنا بنفتخر، إحنا طول ما إحنا قاعدين في الجلسات بنبص لبعض، يعني بنغازل بعض من كتر ما إحنا مبسوطين إن بقى المرأة ليها دور. فلا دي فرصة ما حدش يعني، ده لازم حد يقتنصها بقى بلغة الرماية، ان احنا ازاي نستغل البرلمان ده في التعبير عن قضايا المرأة. لان المرأة يعني انا ضد موضوع نص المجتمع، احنا مش نصين، المجتمع هو صح. مجتمع انا بحب اقول ان المرأة هي قلب المجتمع ونبضه وروحه، لان هي بتعبر عن قضايا المجتمع ككل، والرجل هو يمثل برضو جزء من هذه القضايا. طب والله ميرسي جدا. لا جزء أساسي. والله ميرسي جدا. جزء أساسي. احنا تعبينكم معانا والله بالفترة الأخيرة. لا جزء أساسي. فأنا بالنسبة لي البرلمان طبعا يعني ده تحدي، وإن شاء الله بإذن الله هنثبت لكل من راهن علينا كامرأة في البرلمان وفي أي مجال راهن على المرأة المصرية إن احنا قد التحدي ده وأكتر بإذن الله. والله العظيم أنا مبسوطة جدا. أنا بجد سعيدة بالفقرة دي. ما عنديش شك في كده. أصل حضرتك بتتكلمي زي اللي أنا بحسه، فبجد هو ده إحساس كل المرأة في مصر عايزين. كان نفسها توصل صوتها، وكان كان بيتم التعامل معها بتجاهل. أيوة. دلوقتي أخيرا أي مرأة بتتكلم بينظر لها بأهمية وبجدية، وإن موضوع أيا كان موضوع هو في مجاله إيه بيتم يعني استيعابه بطريقة كويسة. نتمنى كمان ده يكون ظاهر بشكل كبير في بقى المدارس وفي النشأ، إن الثقافة دي تبتدي، لأن في للأسف يعني سيدات بيربوا بناتهم بشكل اللي هو لا انت اخرك مثلا هنا، ما تعديش، ما تطمحيش لاكتر من هنا. دي ثقافه اللي لازم تتغير. فاحنا نتمنى ان احنا غيرنا دلوقتي زي ما بيقولوا الوش، لازم كمان نبدا من جوه نغير الثقافه في المدارس الاطفال والنشء. ما هو الاطفال لما بيلاقوا نموذج الام والمراه والاسره المصريه على هذا النهج هيضطروا ان هم، او بالعكس ده هم يبقوا مبسوطين، يعني رول موديل او نموذج يحتذى به على الاطفال. فهم بالعكس انا شايفه ان الاسره المصريه الحمد لله بدات الوعي بقى أفضل. الوعي يزيد واكتر في يمكن في الصعيد، وانا باكد على الصعيد لان انا صعيديه وجايه اتحدث يعني من نبض صعيدي بحت. لا يعني حضرتك الصعيد اجمل وافضل وتعليم عالي جدا وبيطلع منهم نوابغ في الصعيد. فلا يعني ان شاء الله تنتظر المرأة المصرية الفترة الجاية بإذن الله. جميل. طيب بحكم ان حضرتك رياضية محترفة وبحكم ان حضرتك حاليا برلمانية، فاكيد عندك تحفظات على امور ما في الشأن الرياضي، وتحبي ان انت يبقى لك يعني اسهام ما او يد ما في تعديل الوضع اللي مش مظبوط فيها. ففي ملفات معينة سواء في دنيا الرماية الرياضة دي بصفة خاصة او بشكل عام في عالم الرياضة، ايه التحفظات اللي عندك واللي حابة ان انت تساعدي في تغييرها من خلال وجودك تحت قبة البرلمان؟ بص حضرتك انا في لجنة الطاقة والبيئة، ولكن ده لا يمنع ان انا لو في اي يعني اي حد في لجنة وبيرى حاجة تانية من غير المجال اللجنة بتاعته طبعا بيتواصل مع اللجان الاخرى وبيعرض فكرته، لان انا كبرلمانية مش مختصة بلجنة بعينها يعني. ولكن الرياضة في مصر اي مجال او اي رياضة في العالم بيبقى فيها مشاكل، يعني كون ان احنا بنتدارك المشاكل ده اول الحلول ليها. هو لعبة الرماية على وجه التحديد في مصر مش واخدة حقها، وبدأت تاخد حقها سواء اعلاميا او على مستوى نظرة الدولة. لما وزير الرياضة يشرف بطولة اكتر من 4 مرات في خلال 4 ايام، فده معناه ايه؟ معناه انه هو خلاص قرر وان يعني وجد انه لازم انه هو ينظر ويهتم برياضات اخرى، غير لان احنا كمجتمع بنحب كره القدم ثم الهاندبول او كره اليد ثم الباسكت. ففي رياضات اخرى
ممكن نجيب بيها ميداليات. ففي مشاكل مشاكل يعني تتراوح بين ان ما فيش مدرب. انا عندنا مثلا كابتن مصطفى حمدي وكابتن عزمي محلبة مؤهلين للاولمبيات وخلاص اتصعدوا للاولمبيات. فالمدرب احنا ما عندناش مدرب خالص يدربنا بقالنا فتره كتير. فده بيعتمد على الخبرات بتاعتنا. وان كنا على فكره بقول وبنوه احنا كمصريين محترفين عندنا تالنت وعندنا زي ما نقول موهبه ربانيه للرمايه والقنص، ولكن لعبه الرمايه الاحترافيه محتاجه كذا حاجه غير الموهبه. طب. محتاجه بندقيه، محتاجه نوع خرطوش. يعني انا في البطوله اللي فاتت خرطوشه واحده بس نوعها مختلف خسرتني حاجات، يعني خسرتني اطباق، فغيرت الخرطوشه في وسط البطوله. فالكلام ده احنا الموضوع احترافي قوي، فمحتاجه مدرب، محتاج مدرب يبقى مع حضرتك. فانا بدعو من خلال طبعا فرصه البرنامج اللي يعني سيادتكم ان يا ريت المدرب يبقى متاح قبل الاولمبياد، لان الموضوع مش اولمبياد بس. انا عندي بطوله العالم للرمايه في شهر 5 في ايطاليا، عندنا الناشئ اللي عايز يطلع، الناشئين دول عايزين مدربين. فالمدربين يمكن عندنا مشكلة فيهم، ولكن أنا متفائلة لأن بدأوا يدركوا أن الرماية بتجيب لنا ميداليات، وإن شاء الله من خلال كده هيبقى في تواصل مع المدربين وعلى التدريب والكلام ده كله. حلو جدا. هو أصلا مؤخرا بقت الرياضات المختلفة وكمان الفردية خلينا نقول بتجيب ميداليات أكتر كمان من الجماعية، ومش بس فعلا كرة القدم زي ما إحنا بنقول. أنا بس عايزة أروح معاكي بقى لنقطة تانية بصراحه. طب ليه ما روحتيش من الاول لجنه الرياضه مثلا، بما ان احنا بنتكلم على باك جراوند رياضي؟ انا بحب زي ما حضرتك ذكرتي في اول الحديث، بحب ما اقفش عند محطه. فلو كنت دخلت لجنه الرياضه هتوقف عن الرياضه، فانا دخلت مجال جديد قلت انتهز فرصه. لان الطاقه دلوقتي في مصر هي الايقونه العصر زي ما بيقول. فالطاقه انا بتكلم في السيارات اللي عايزين نحولها. أيوة. مصر لما تفكر في حاجه زي دي دلوقتي، ده معناه ان احنا بدانا، احنا طول عمرنا بنفكر بعد ما الناس تفكر، بعد ما الناس تنفذ، بعد ما الناس تنفذ اخيرا. وانا بقول لحياتك من واقع البرلمان اللي بحضره كل يوم، انا بدانا نفكر ما قبل ما الناس تفكر. يعني موضوع تحويل السيارات، العالم كله خلال 5 سنين هيبقى في السيارات اللي هي بالكهرباء. فإحنا بدأنا نحول الغاز، بدأنا نفكر إن الغاز ده هو بديل عن البنزين وبديل عن الحاجات اللي بتلوث البيئة. البيئة موضوع مش شجرة وقش الرز، البيئة عالميا في كل مجال هتلاقي البيئة لازم تدخل فيها. فأنا قررت أن أنا ما أدخلش. وسؤال ذكي جدا من حضرتك، أنا رياضية ليه ما أدخلش لجنة الرياضة؟ أن أنا بحب قوي أدخل مجال جديد وأدي فيه بصمتي وأبدأ أتعلم وأحاول أفيد وأستفاد من المجال ده. فعشان كده دخلت أتمنى أنا. كمان حضرتك يبقى يعني عندك فرصة كافية أن أنت تغيري حاجات كتير بيئيا تعيسة بتحصل في بلدنا. احنا عندنا شريحة مش قليلة من المواطنين بيسيئوا استخدام أو بيسيئوا استغلال الحاجات الجميلة، سواء اللي موجودة بشكل طبيعي رباني أو الحاجات حتى المستحدثة. يعني بتكلم حتى في سلوكيات الوعي، أعمار سنية يعني صغيرة. يعني مثلا ما تركبي حضرتك عربية مترو مثلا، فتلاقي مثلا يكتب. طالب بيكتب حاجات على المش عارف ايه، معاه برجل ضرب البرجل في المش عارف، بيطلع السفنج اللي في الكرسي. ليه؟ عندنا ناس بيروحوا اماكن سياحيه عظيمه زي الاهرامات شخصيا، وتلاقي حد كتب عليه ان محمد بيحب سوسه. احنا استفدنا ايه؟ الحضاره الفرعونيه اللي انتهكت دي عشان محمد وسوسه. النوع ده من السلوكيات محتاج يتفجر مش بس يتغير. بص حقيقة انا لما قعدت مع معالي وزيره البيئه بحكم ان احنا في اللجنه مع بعض، هي وزاره البيئه محتاجه تنسيق مع كذا وزاره. يعني وزاره البيئه لو انا حمل على وزاره البيئه العبء هيبقى عمرها ما هتنجح. أيوة. احنا في مصر محتاجين الفتره الجايه، وده اللي القياده السياسيه بتعمله، التنسيق بين الوزارات في اي موضوع، لان الموضوع بيتم طرحه وتداوله من منطلق او من منظور واحد بس، في حين ان اي موضوع بيبقى من كذا منظور. يعني اسمح لي، انا من ضمن الناس المهتمه جدا بتكافل الكرامه. تكافل وكرامة، انت اخيرا، وبرضو احنا بدأنا نسبق، اخيرا بصينا ان في حاجة اسمها القرية المصرية. لنجاح تكافل وكرامة احنا لازم يبقى في تنسيق بين جميع الجهات، لان البيئة ليها دور، التضامن ليه دور. كل الوزارات يعني الوزارات المعنية وغير طبعا. المعنية عشان اوصل والتعليم. في الاخر ان انا بطلع نموذج القرية المصرية. يعني انا بحاول حاليا بصدد اتبنى قرية واقدمها للمجتمع، قرية تشمل جميع الجوانب. وده تحدي ان شاء الله يبقى انتوا ليكوا سبق او بقولها لكم،
والموضوع مش مين الـ مين الـ مين الـ تحت رعايه ايه، لا هو الفكره كلها ان انا بقدم نموذج. ادي القريه المصريه اللي انتوا عايزينها من ناحيه التضامن، من ناحيه البيئه، من ناحيه الاطفال، من ناحيه الوعي، من ناحيه التعليم، من ناحيه الـ 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 الفكر، من ناحيه ان في ناس مش عارفه الانجازات اللي بتحصل. صح. انا لازم اوصل الناس اللي جوه القرى دي. احنا مش بنقول لكم حاجه من خيال او مجرد يعني ان انا بستعرض، لا في حاجه مصر فعلا بدات تتحرك، واخيرا بدانا نفكر. احنا كنا بننفذ وبعدين نفكر، دلوقتي بقينا نفكر، وعلى اساس هذا التفكير السليم المدروس، والمدروس يعني مستعين انا بحكم دراستي للاقتصاد، الاقتصاد بيعني التخصص. انا زي ما بقول بالبلدي ادي العيش لخبازه. ايوه احنا بدانا ندي العيش لخبازه، بقى كل واحد بيفكر في مجاله، وفي الاخر بنجتمع سويا عشان نضع قرار تحت قياده حكيمه ورشيده، بنقدر ساعتها نوصل لنتيجه. فالحمد لله انا اتوقع ان شاء الله الفتره الجايه لما يبقى فيه تنسيق في كل المجالات هنقدر نوصل للهدف اللي احنا عايزينه. انا بتفق مع حضرتك، يمكن بس ممكن اضيف حته بقى من ناحيه قانونيه شويه عشان دراستي انا لسه ما خلصتش. فاضلي سنه. لازم كمان يبقى فيه الى حد ما قانون، يعني مش بس يعني وجود قانون لا يفعل، احنا عايزين قوانين توضع وتفعل وتكون رادعه في نفس التوقيت، لان الافعال اللي كريم بيتكلم عنها دي في دول اخرى نفس الشخص ما يقدرش يعملها، لان في كاميرا بتراقب، في حد بيحاسب. فهنا للاسف الشديد الناس الى حد كبير السلوكيات زي كده ما بيتعاقبوش عليها، فلا ده تخريب في الدوله، ده محتاج يكون في قانون ورادع وعقوبه، ما تخلينيش او ما تخليش حد تاني ان هو يفكر يعمل حاجه زي كده. وحضرتك قلتي مربط الفرس، احنا عندنا في مصر قوانين كتيره جدا، في قوانين كتيره جدا، هي الفكره في التنفيذ والردع، لان اي قانون يعني بياخد او بيستمد قوته وسلطته من الردع، من الادوات المواد اللي في القانون. يعني حضرتك على سبيل المثال احنا في قانون بيقول تجريم الشيشه لمن هم اقل من 18 سنه، وانا بصدد المشروع القانون ده ان شاء الله اقدمه. القانون ده معمول اربع قوانين على مدار من الستينات. طب هل هو بينفذ ولا لا؟ والفاتخين في الاماكن المغلقه يا ريت ينفذ. الكلام ده كله لازم ردع، فالردع ده بيجي من وعي الشارع ان لا البلد مش هتسقط على غلط لحد بعد ده بقى اللي نفسنا نوصل له، ان الردع يكون مجتمعي، ان الناس تستنكر الافعال اللي مش مظبوطه اللي بتحصل، بخلاف طبعا تفصيله الكاميرات والقانون و يعني نفسنا نوصل للمرحله دي، ان ما حد فينا يشوف حاجه مش مظبوطه يستنكرها ويعمل على تغييرها. فطبعا احنا بنتمنى لحضرتك كل التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. اسعدتينا ونورتينا. شكرا جزيلا. انا سعدت بحضرتك، واحنا جيران على فكره، احنا قبل الهوا اكتشفنا ان احنا جيران بيننا نادي الصيد بس. تعلمي رمايه خلاص كده هنسيب. يا ريت والله، يا ريت المره الجايه اجي ونجرب. اوبا ده كده بيشكل خطر على اسره العمل في البرنامج. وهي حقوق يعني هتتعلم رمايه وتدافع عن نفسها. اهلا وسهلا. نورتينا استاذه او ست النائبه بقى، ست النائبه اميره ابو شقه. فاصل سريع وهنرجع نكمل مع حضراتكم. ضربت مصر أربعة عصافير بحجر واحد باستضافة بطولة إفريقيا لشباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة، حيث حقق أحفاد الفراعنة اللقب الخامس في تاريخهم في هذه المرحلة السنية، وتأهلوا لبطولة العالم في صيف هذا العام. وحصل لاعبو مصر على أربعة كؤوس للمهارات من أصل سبعة، وأخيراً نجحت مصر كما فعلت في كرة اليد من قبل في إعادة أنشطة الكرة الطائرة للحياة بعد توقف دام 14 شهرا. حققت مصر اللقب الإفريقي بالعلامة الكاملة، حيث فازت بمبارياتها الثلاثة في البطولة على الكونغو 3-0 والكاميرون 3-1 وأخيرا على المغرب 3-0 في اليوم الختامي، ولم تخسر خلال مسيرتها في البطولة سوى شوط واحد أمام الكاميرون. وهذا اللقب هو الخامس لمصر في هذه المرحلة السنية بعد أعوام 2002 و2006 و2015 و2016 لتضييق الخناق على تونس صاحبة الرقم القياسي في الفوز باللقب، ولديها 10 ألقاب مقابل 5 لمصر و3 للجزائر وبطولة واحدة للمغرب في مجمل البطولات 19 التي تمت حتى الآن.
الإنجاز الثاني هو التأهل لبطولة العالم التي تقام كل عامين في السنوات الفردية، وتجرى البطولة القادمة في صيف هذا العام خلال الفترة من 22 من سبتمبر إلى 3 من أكتوبر، ولا زال المنظم مجهولا بسبب ظروف كورونا. وجاء الإنجاز الثالث بحصول لاعبي مصر على 4 كؤوس للمهارات من أصل 7 للفريق المثالي في البطولة من خلال مهارات اللاعبين، ويتقدمهم مروان الصافي ضارب مركز 2 والذي اختير كأحسن لاعب في البطولة، بينما حصل أحمد عبد العظيم ميدو على أحسن إرسال، وعبد الرحمن الحسيني على لقب أحسن استقبال، وأنس شوقي على لقب أحسن صانع ألعاب. أما الإنجاز الرابع والأخير فكان إعادة الكرة الطائرة الإفريقية للحياة بعد توقف دام 14 شهرا بسبب انتشار وباء كورونا في كل أنحاء العالم. ومثلما فعلت مصر في كرة اليد وتحدت العالم ونظمت بطولة العالم، وتجلت قدرات مصر والتي تأكدت بعد إلغاء الاتحاد الدولي لليد لبطولتي العالم للناشئين والشباب. لما بنتكلم يعني ان النادي الاهلي ناجح في رياضات مختلفه، ده مش عن فراغ او يعني مش بنحاول نمجد من النادي ومفيش واقع على الارض بيقول ده، لا حقيقي منتخب مصر للشباب الطايره هنا تحديدا تحت 21 عام توج ببطوله افريقيا منذ ايام قليله وتاهل للمونديال وشرفنا اكيد. خلينا نرحب بضيفنا عمر شريف لاعب الاهلي ومنتخب مصر الطايره تحت 21 سنه ونعرف بقى تفاصيل منك. صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا. منور الدنيا النهارده. واولا كده في البدايه مليون مبروك بطولة أفريقيا والتأهل لبطولة العالم، وأكيد برضو الكلام ده ما تحققش بسهولة، وخصوصا بتهيألي أن أنتوا كمان توقفتوا، كنتوا متوقفين لفترة شهور يمكن نتيجة جائحة كورونا، ففكرة أن برغم التوقف المدة الطويلة دي تعملوا إنجاز كبير بالشكل ده، فطبعا مليون مبروك. الله يبارك حضرتك. الله يبارك حضرتك. والله والحمد لله اتشرفت موجود معكم النهاردة إن شاء الله. تنور. ربنا يخليك. هو بس فعلا الفترة كانت قصيرة كمان، يعني بغض النظر اللي احنا كان بقالنا فترة ما لعبناش يعني او عشان توقفات وكده، يعني احنا عملنا تقريبا قبل البطولة عملنا بالظبط معسكر تقريبا 3 أسابيع على ما اعتقد، بس يعني دي اصلا نسبة قصيرة جدا طبعا. يعني على البطولة طبعا. بس يعني الحمد لله احنا كنا قاعدين مع بعض، احنا كنا في بطولة افريقيا تحت 19 كنا خسرناها في النهائي من نيجيريا 3-2، فاحنا كنا متعادين ان احنا ما ينفعش يعني الموقف ده يتكرر تاني، وبالذات ان البطوله في ارضنا يعني، فكان شايف عكس يهرب من بره مصر لو ما ينفعش يتكرر تاني كمان الفتره الجايه وانتوا داخلين على بطوله عالم. بالظبط بالظبط، وبالذات ان احنا الحمد لله في 2019 واخدين رابع عالم واول بطوله عربيه، فقلنا ما ينفعش يعني حتى نخسر شوط يعني طبعا. بس فالحمد لله يعني احنا كنا متعادين مع بعض على ان احنا يعني مش هنفرط ان شاء الله في نقطه، الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا البطوله الحمد لله. مبروك. طيب قبل ما نروح بقى لبطوله العالم يا عمر، خلينا نستنى شويه او يعني نتوقف عند بطوله افريقيا ونعرف منك كان ايه المنتخبات اللي كانت يعني الفوز فيها كان صعب او الفوز عليها يعني كان صعب، كانت المنتخبات القويه وقتها او الصعبه. والله يعني ممكن فما احنا كنا 4 فرق، كنا المغرب والكاميرون واحنا والكونغو، بس اعتقد هي كانت في منافسه شويه يعني، والحمد لله طبعا 3 فرق يعني مع احترامي طبعا ليهم، بس يعني كاس العالم يعني المانيا واليابان كان في فرق طبعا مستوى، بس يعني يمكن الكاميرون شويه هي اللي كانت ند لينا يعني، علشان هم ما شاء الله عندهم البولي اخر فتره طول جدا بالذات في الفيرست تيم، فاحنا كنا متوقعين برده اللي هو يعني هينعكس على الشباب او الناشئين. طيب. بس الحمد لله يعني الماتش برضو ما كانش متأزم قوي وقدرنا نسيطر عليه. هل فكره ان البطوله كانت مقامه في مصر ده خلى الموضوع اقرب شويه او اسهل شويه بالنسبه لك، فكره ان انت بتلعب في بلدك وسط ناسك حتى لو من غير جماهير؟ والله يعني هي دي حقيقه، بس هو برضو فكره يعني اللي هي بيبقى فيه برضو ضغط شويه على علينا، بحيث ان احنا ما ينفعش نفرط يعني في المباراه او في الشوط عامه، فزي ما بقى يعني ليها افضليه برضو يبقى ليها عيب كمان عيب كبير اللي كان بيبقى علينا، كان ما ينفعش بقى البطوله في بلدنا ومش احنا اللي نفوز بيها. بالظبط يعني احنا اول ماتش احنا الحمد لله كسبناه وكان فرق سكور كبير، بس الناس ما كانش عاجبها الاداء قوي يعني، كان فرقه الكونغو متواضعه شويه برضو،
فكان كابتن كلم معانا ان هو عارف مستوانا بس ما ينفعش الصوره احنا ظهرنا بيها في ماتش الكاميرون قلنا هنعوض الصوره دي. والحمد لله فعلا دكتور اشرف صبحي كان موجود واتفرج على الماتشات كلها ويعني الماتش ده الحمد لله احنا قدمنا مستوى عالي فيه ويعني ظهرنا بالمستوى المطلوب في نفس الوقت كسبنا الحمد لله 3-1 يعني. جميل. طيب عمر يعني لو هنتكلم معاك كده شويه عن الفريق عندنا انتوا برضو مهم ان احنا نعرف يعني نعرفكم انتوا على المستوى الشخصي انت بتدرس ولا لا يعني ما هو برضو فكره هنا ان انت في الجامعه صح كده فانت في كليه ايه؟ انا في كمبيوتر ساينس. طيب كمبيوتر ساينس برضو من الكليات الصعبه بالزبط. فمهم ان عشان دي تبقى رساله للشباب في فكره هنا ان انت ممكن تبقى بطل رياضي في نفس الوقت انت ممكن تكون ناجح دراسيا لان في ناس بتعتقد ان انا لازم حاجه تيجي على حساب حاجه. فخلينا نعرف اكتر عنك وعن الفريق برضو عرفنا مين اللي انتوا بتدرسوا ايه وازاي بتنظم وقتك. هو في كذا حد يعني في كذا حد كمبيوتر ساينس وفي كذا حد هندسه وصيدله يعني كمان. طب يعني كلها كليات ما شاء الله. هو هي فكره بس ان هي بتبقى ثانويه عامه دي بس هي بتبقى الازمه الوحيده في الحياه الكليه عمك. خلاص نعدي بس خلاص يعني دخلت كليه فانا اصلا عندي امتحان الساعه النهارده الساعه 3 تقريبا. الله وجاي لنا يا عمر بس هي يعني الواحد بيحاول يوقف على قد ما يقدر يعني بينهم. ربنا يكرمك كده ان شاء الله ويعدي على خير باذن الله ان شاء الله. طيب انتوا ان شاء الله الفتره الجايه احنا متفقين اكيد ان الوضع اللي فات مش هينفع يتكرر مره تانية. فكره ان ما يكونش فيه استعداد جيد بوقت كافي قبل منها. فاستعدادا بقى للمونديال ناويين تعملوا ايه؟ هل في معسكرات؟ هل في خطه معينه لمباريات هتتلعب ضد فرق مثلا اجنبيه الفتره الجايه؟ واحنا حتى كاس العالم اللي فات اللي خدنا فيه رابع احنا كنا قاعدين برضو عملنا معسكر شهرين او شهرين ونص مع معسكر خارجي بولندا بره. بس احنا لما رحنا وطلعنا وشفنا المنتخبات الاوروبيه وكده عرفنا يعني المعسكر في بولندا ما صعدتش كاس العالم اللي فات كانت متجمعه بقى لها سنه ونص عشان كاس العالم. احنا كنا مجمعنا بقى لنا صعب عشان ثانويه عامه وكده فشهرين وخدنا الرابع دي كان انجاز كبير يعني بالنسبه للفتره. بنفس الموضوع برده في البطوله الافريقيه 3 أسابيع والحمد لله خدنا البطوله. فاحنا مش عايزين نكرر يعني لما انتوا عندكم القدره على تحقيق انتصارات مهمه بالشكل ده برغم ان انتوا ما لحقتوش تستعدوا لها امال لو خدتوا وقتكم في الاستعداد انتوا هتولعوا الدنيا الفتره الجايه. يا رب والله ان شاء الله. هي دي الفكره اللي احنا بس يبقى عايزين فتره استعداد يعني كويسه عشان ان شاء الله احنا عايزين يعني برده متفقين مع بعض احنا ان شاء الله كاس العالم جاي عايزين نجيب ان شاء الله مركز احسن من احنا خدناه. بس طبعا فتره تبقى ان شاء الله يعني فتره الاداء تبقى اطول شويه او احسن باذن الله ان شاء الله. طب عمر ايه اللي احنا كمصر دلوقتي بنتكلم عليه في الطايره في الكره الطايره ناقصنا علشان نقدر نقول ان احنا من اولى الدول في العالم في هذه الرياضه؟ يعني احنا متميزين في رياضات مختلفه منها زي ما كنا بنقرر دايما السكواش على سبيل المثال. ازاي ممكن نوصل برضو بالكره الطايره لده؟ والله انا اعتقد ان يعني الحاجه الوحيده لمصر هي فتره الاعداد. معظم منتخبات العالم اللي بتحقق ايطاليا مثلا اللي خد كاس العالم اللي فات كان بقى لهم سنتين او سنتين ونص متجمعين مع بعض يعني واكلين شاربين بيذاكروا بيعملوا كل يعني فتره كورونا ما اثرتش مثلا ما اثرتش عليهم خالص. فحتى يعني هي فكره بس فتره الاعداد كل ما تبقى اطول ويبقى فيه احتكاك خارجي كمان. يعني احنا ماتشات بولندا احنا لعبنا 3 ماتشات الماتشات دي فادتنا كتير. اما رحنا كاس العالم لعبنا قبل كاس العالم ماتشات وديه لعبنا ضد منتخبات كبيره ايران وكوبا يعني احتكاك الخارجي ده برده بيبقى اهم حاجه. فهي فتره الاعداد اللي احنا برده لسه لغايه دلوقتي بنتزنق فيها شويه يعني الاعداد فقط بنتكلم احنا عندنا امكانيات عندنا لعيب عندنا مدربين عندنا اهتمام يعني كل ده متوفر. طب كويس جدا كويس جدا. هي بس يعني الخامات موجوده مدربين موجودين اللعيبه كل حاجه. حتى اللعيبه اصلا بتبقى اما بيبقى في معسكر او المنتخب بيطلبنا احنا بنبقى يعني فرحانين ان احنا هنتجمع ونعسكر تاني عايزين نعمل انجاز تاني زي اللي قررناه. هايل جدا حلو نسمع ده. لو حد من اولياء الامور او الاباء او الامهات يعني لاحظوا صفات معينه موجوده في ابنهم او بنتهم والصفات دي تخليه يصلح لممارسه رياضه الكره يعني الرياضه دي تحديدا انت فاهم ازاي تنصحهم بايه مميزات الرياضه دي ولو شافوا ايه في ابنهم او بنتهم ده ممكن يشجعهم على ان هم يخلوه يلعب يعني. بالظبط كده. والله يعني ممكن تكون معتمده على الطول شويه يعني كطايره يعني او كده بس انا صراحه ما يعني هي برضه مش فارقه يعني مش فارقه كطول كتير يعني يعني في مركز اسمه يعني الليبرو بيبقى قصير برضه في الملعب فهي مش فارقه غالبا بيبقى كده فعلا بالزبط. حتى في الباسكت على فكره بلاي ميكر بتلاقيه دايما اقصر واحد في الفريق بالظبط كده. حتى البلاي ميكر برضه ساعات او معظم الاحيان يعني في الطايره بيبقى قصير برضه. هو ده عرف ولا صدفه عبر التاريخ ولا هي بتبقى مقصوده؟ والله بتكلم مش عارف بس تقريبا معظم القصيرين اذكياء ولا مش عارف يعني. طب ما انت طول وزي الفل اهو الحمد لله. انت طولك كام يا عمر؟ كام؟ انا 2.3
ما شاء الله بجد. والله الحمد لله. انت كام يا كريم؟ لا ده انا بالمقارنه بيعتبر في انا فاكر نفسي طويل لغايه لما سلمت على عمر وانا بصصت كده قلت لا ده انا مش طويل للدرجه. لا بس برضو اكيد بيفرق كتير وبيزهق كمان مساله الارتقاء ان انت القفزه دي والارتقاء عشان تضرب الكوره هو بيسهل برضو المأموريه بالظبط. هو بس هو فعلا الحوار الطول ده بالذات يعني مركز سنتر بلوك ف يعني المركز ده بيبقى محتاج طول يعني كل لما تبقى فوق المترين مترين و10 مترين في ناس ما شاء الله مترين و15 كل ما الموضوع يبقى احسن. هو انت نورتنا وبنتمنى لك كل التوفيق في اللي جاي ان شاء الله وعايزينكم تشرفونا بقى في المونديال باذن الله. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله بالتوفيق. الامتحان الساعه 3:30 ان شاء الله اهلاويه يا صحيح. ايوه صح ربنا يوفقك ان شاء الله. طيب فاصل وهنرجع الفقره الاخيره زي ما كنا بنقول لحضراتكم هيبقى معانا الاستاذ خالد الاتريبي وهنتكلم بقى عن كره القدم والاهلي وفيما مضى وفيما هو قادم. فاصل ونرجع نكمل. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. تعالوا بقى عشان نتكلم وبالتفصيل عن مباراه الامس وعن اللي جاي ان شاء الله والماتشات المهمه للاهلي بصددها الفتره اللي جايه ان شاء الله. طبعا ماتش امبارح كان مليان تفاصيل كتير هنحب نتكلم فيه على مستوى التشكيل على مستوى الاداء على مستوى التحكيم. هنتكلم في كل الكلام ده واكتر مع زميلنا العزيز الناقد الرياضي خالد الاتريبي رئيس القسم الرياضي في جريده الشروق. صباح الفل عليك ومنورنا. صباح الفل يا كريم نوركم وصباح الفل يا نوار نوركم دايما في 10 صفوف الاهلي. حاول صباح النصر بس بحزن يعني لو تسمح لي حزن بسيط. خليني أتكلم بصراحة. أكيد كلنا سعداء بالفوز ولكن إحنا برضو كنا كجمهور متوقعين أداء شرس من البداية أفضل من كده خصوصا زي ما أنا قلت في المقدمة مع أو بعد فوز الخسارة من سيمبا. ده اللي كان منتظره أو متوقعه الجمهور. خليني أعرف منك شفت إزاي المباراة أمس. طيب حلو أنا همسك كلمة كجمهور كنا يعني كنا متوقعين كجمهور ودايما احنا بنقول القريب في الموضوع غير البعيد شويه. فكجمهور طبعا احنا كنا منتظرين اكتر من كده انما كمسؤولين كناس مسؤوله بقى وقريبه شويه من المسؤولين هنعرف ان كمسؤولين جوه النادي الاهلي كانوا عارفين ان في بعض الحاجات او بعض المؤشرات كده اللي بتقول ان لسه الامور شويه. لولا كده ما كانش الكابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط قبل المباراه قعدت مع اللعيبه وقعدت مع الجهاز الفني واتكلموا وتعشوا وكان في اطار قبل الاطار الاسري كان في اطار ان احنا بنتكلم على المرحله الصعبه اللي جايه. أيوة. المرحله الصعبه اللي عديناها. اذا لو احنا كنا متوقعين ان الامور سهله كجمهور المفروض ان احنا كنا نعرف وعندنا دلالات ومؤشرات ان جوه النادي شايفين حاجات احنا مش شايفين في صوره مختلفه يعني طبعًا. غير اللي احنا مش منتظرين. شايفينها ليه؟ لان دايما المسؤول بيبقى يبص لقدام شايف ان في حاجات ممكن مقدمات تؤدي الى نتائج. أيوة. الجمهور شايف خد بالك دي عشان بس نكون حاطين قاعده واحنا بنتكلم ان دي مش مبررات اللي احنا بنتكلم فيه. احنا ما بنبررش حاجه انما احنا بنقول واقع كمسؤول جوه النادي الاهلي شايف مش انا طبعا المسؤول انا بقول بشرح وجهه نظر المسؤول ان في بعض الظروف الفتره اللي فاتت خلت ان الاداء متراجع شويه في الخساره من سيمبا امبارح. موسيماني قال حاجه مهمه جدا قال صعب جدا او من الصعب انك تستعيد كل قوتك في مباراه بعد دوري الابطال انك تكون خسران. النادي الاهلي ما بيقبلش عقيده الخساره بسهوله وبسرعه انما الظروف اللي كانت محيطه بالمباراه خلت ده خلت ان الاداء يكون شويه قدام طلائع الجيش مش المنتظر. انا واحد من الناس كنت زعلان شويه لان النادي الاهلي لابد ان يكون في المباريات اللي بيلعبها ايا كانت الظروف ليه الرياده ليه السياده هو اللي يكون اكتر حده بدنيه هو اللي يكون اكتر شراسه هجوميه هو اللي من اول لحظه في المباراه هو اللي بلغه الكوره راكب الجيم زي ما بيقول. بس ده ما حصلش كان العكس كان صحيح بالعكس. ما حصلش لا ما حصلش هو ما حصلش مش هنقول الاسباب انما نقول ان في بعض الحاجات الفنيه او المقدمات اللي كانت ممكن تقول كده يعني شايف ان كان في اجهاد كبير على بعض اللعيبه في مراكز معينه في مراكز حساسه لو انت ما بتلعبهاش بكامل قوتك هيبان قدامك الفريق المنافس اعلى شويه. وطلائع الجيش اول مباراه امبارح بلغه الكوره كانت مباراه رزله شويه. ليه؟ لان عندك المنافس اريك بشكل كويس اري انك حمدي فتحي في نص الملعب
وعمرو السوليه برضو في نص الملعب هو المفروض صمام الامان واللي بتبني عليه الكوره كلها هو نص الملعب وهو الرابط اللي بين الدفاع والهجوم هو نص الملعب. وبالتالي لما يكون مجهد ويرمي عليك هو 3 4 لعيبه قوه بدنيه كبيره ده اكيد هيكون مؤثر. اللي زود الامور شويه ان احنا على الرغم ان ده بان في النص ساعه الاولى ما كانش فيه تدخل سريع. شايف من وجهه نظري ان في الاوقات اللي زي كده لابد انك تقلل من مشاركات بعض اللعيبه المجهده. طبعا الجهاز الفني هو شايف اموره وشايف اوراقه احنا بنتكلم زي ما بنقول من بره شايفين من بره ان مثلا كان اليو ديانج ينزل بشكل اساسي ويريح حد من الاثنين الديفندرات اللي موجودين لانه مش تقليل منهم قد ما هو لعبوا مباريات كتيره شالوا الفريق في مباريات كتيره الفتره اللي فاتت. ديانج وطاهر يعني لا انا بتكلم على النص الملعب الدفاعي انا بتكلم على ديانج ممكن كان حمدي فتحي يريح عمرو السوليه يريح انما برضه هو بوجهه نظره يعني في عرف الكرة القدم من قديم الأزل ما فيش فريق في الدنيا بيبقى على طول فايز وعلى طول هو المسيطر وعلى طول هو المتسيد الموقف. تمام. بس احنا كجمهور النادي الأهلي متوقعين ده الحقيقة دايما من لعيبة النادي الأهلي. ايه اللي بيخلي الموضوع ده يتكرر ان انت تشوف احيانا انا مش بكلم على ماتش طلائع الجيش ولا على فكرة ولا على سيمبا انا بكلمك على المبدأ نفسه. ايه اللي يخليك تشوف فريقك بشكل متكرر بيقدم اداء اقل وصف ليه انه اداء متواضع ولا يليق بامكانيات اللعيبه نفسها اخدم في الاعتبار ان طبعا بيبقى في فترات زمنيه قصيره بين كل مباراه والتانيه وخصوصا لو كانت منهم مباراه افريقيه ومباراه محليه. بس لما الموضوع ده يتكرر اكتر من مره مره هنقول ان نتيجه الاجهاد وما لحقوش وعدد ساعات السفر وكلام مره نتيجه ان في اصابات وما لا هو اللي حصل متكررة. بالظبط لا هو اللي حصل بالظبط من مباراه سيمبا ثم مباراه طلائع والاثنين انا شايفهم ان هم مرتبطين شويه مع بعض ومتراجع يعني الاداء متراجع شويه لانك انت اللي عودت الناس ان النادي الاهلي زي ما قلنا في الاول ان هو المتسيد المباراه فلما بتلاقي في مثلا مباراه امبارح النجم المباراه كلها بتاعتك هو حارس مرمى النادي الاهلي ده ما بيكونش موجود مع احترامي الكامل لمستوى فريق طلائع الجيش. الشناوي ما بيكونش نجم المباراه الا في المباريات الكبيره قوي يعني لما بتلعب منافس قوي طبيعي ان يروح عليك 4-5 كرات. النادي الاهلي متعود على كده يعني ما بيلعب ونادرا لما بتلعب فرق بتهاجمك لان النادي الاهلي مش متعود حد يهاجمه على فكره ده موضوع مهم. النادي الاهلي مش متعود ان حد يهاجمه ما بالك لو حد هاجمه وهو بحالته البدنيه المتراجعه شويه نظرا للاجهاد. والاجهاد على فكره ده من وجهه نظري مش مبرر كان ممكن تطعيم بعض العناصر ان هم ينزلوا على مدار مثلا مباراه الطلائع كان في عندك عناصر فريش شويه انها كانت ممكن تشترك انما هو ممكن يكون شايف برضه حط في دماغه انه مش عايز يقلب كيان الفريق بشكل كبير ولو ان لازم ده يحصل في المباريات اللي جايه لان كتر الضغط على اللعيبه الموجوده او عناصر معينه بحد ذاتها لازم تلعب في كل الاوقات ده ممكن يخسرك اللاعب ويخسرك بعض الحاجات في الريتم خلال الفتره اللي جايه فلازم يكون في تدوير محسوب لان عدم وجود تدوير او اضطرارك على التدوير في فرق كبير جدا انك تعمل التدوير بدماغك وبمزاجك وفي فرق انك تكون مضطر. لو انت بتعمل التدوير بمزاجك هتعرف فلان هيلعب امتى وازاي انما لو انت فضلت مصر على عناصر معينه بتجهدها بشكل كبير جدا هتكون في وقت معين مضطر اللاعب اللي تعب او اللاعب اللي اصيب غصب عنك هتلاعب مكانه لاعب طبعا بعيد تماما عن المباريات فهنا هتعمل التدوير غصب عنك ويكون نتائجه مش كويسه. احنا ليه بنتكلم كده؟ طيب ممكن اقول حاجه؟ هنروح لايف فيو سريع. تمام احنا اكيد حديثنا لسه فيه نقاط كتيره جدا هنناقشها معاك لكن خلينا نروح دلوقتي نشوف تدريبات الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. مراسلنا العزيز شريف شعبان هو متواجد دلوقتي في ملعب التتش. يا شريف بنصبح عليك انا وكريم واستاذ خالد صباح الخير. صباح الخير انا هوند وصباح الخير كريم استاذ خالد الاتريبي طبعا صباح الخير وكل مشاهدي وجماهير النادي الاهلي في كل مكان.
طيب انا اكيد طبعا عايزه اتابع معاك التدريب والكلام ده كله، ولكن انا عايزه اروح معاك لكام نقطه سريعه جدا يا شريف. يعني مبدئيا عايزين نطمن الجمهور دلوقتي اللي بيتفرج علينا، الكواليس ايه هي، الحاله المعنويه والنفسيه للاعيبه، مدار ما بين موسيماني والفريق، لو لديك اي تفاصيل خاصه بهذا الامر يعني تفضل يا شريف. يمكن بعد انتهاء بالامس مباراه الاهلي وطلاء الجيش وفوز النادي الاهلي بهدفين مقابل هدف بلاس 90، النادي الاهلي بلاس 90 في كل مكان، مليون مبروك ليه طبعا ولكل جماهيره. النهارده مستر بيتسو موسيماني دون راحه طبعا استعدادا لدور او مباراه افريقيه فيتا كلوب الكونغولي اللي هيكون يوم السبت الساعه 9 مساء، التدريب الصبح دون راحه الساعه 11 الصبح، يمكن بداها محاضرة فنية مع اللاعبين. يمكن مستر بيتسو موسيماني كان باين على وجهه عدم الرضا على شكل أداء الأهلي بالأمس، يمكن محاضرة استمرت حوالي 20 دقيقة، يمكن كان فيها يعني محاضرة قوية جدا من مستر بيتسو موسيماني. كان في إجهاد كبير في سفرية تنزانيا، درجة الحرارة كبيرة جدا في سفرية تنزانيا، الرطوبة كانت عالية جدا، الرحلة كانت مرهقة جدا على لاعبي النادي الأهلي، وطبعا أعطاهم أو أداهم يومين راحة علشان خاطر يتفادى هذا الإجهاد، ولكن لسه الإجهاد موجود عند لاعبي النادي الأهلي بإذن الله الفترات القادمة يتلاشى مع تواجدهم طبعا داخل مصر. يمكن الراجل عمل محاضرة قوية جدا، مش عاجبه الأداء امبارح وطلب اللاعبين بأداء أقوى في الفترة المقبلة، طلب اللاعبين بالفوز في المباراة القادمة، لا تقبل القسمة على 2، طلب اللاعبين بأداء قوي، طلب اللاعبين بفوز في مباراة يوم السبت، مش عاوزين يخش أو قال لهم مش عاوزين نخش في حسابات، لازم أفوز أو أحرز هدف بدري عشان أقدر أسهل المباراة، لازم الأداء يكون أحسن من كده، هبدأ أستعين بلاعبين خارج اللي ما بيلعبوش معايا الفترة، هبدأ أستعين بيهم في الفترات المقبلة. يمكن حذر اللاعبين، كانت رسالة قوية جدا للاعبين، مش هيقدر يعتمد على الأسماء الفترة المقبلة قد ما هيعتمد على اللي هيخلص في التمرين واللي هيكون قوي في التمرين. رسالة قوية جدا من مستر بيتسو موسيماني للاعبين، يا رب بإذن الله تكون لها مداها ويكون لها صداها بإذن الله في التمرين اليوم اللي هيبدأ من خلفي بعد قليل، ومن بعدها بقى الشغل اللي هيشتغلوا فيه الفترة المقبلة لمباراة فيتا كلوب. بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الأهلي، الأهلي بس كان مجهد ومضغوط في الفترة السابقة، بإذن الله بإذن الله الفترة القادمة بإذن الله مع عودة الإصابات يكون الأهلي ليه شكل أحسن ويكون الأهلي ليه نتائج أحسن في الفترة المقبلة. الخبر المفرح اللي شفته وساعدته من خلفي منذ قليل، محمود متولي العائد من الرباط الصليبي هينزل النهاردة يشارك في بعض فترات المران، بدأ يرجع واحدة واحدة، بقول له ألف مليون سلامة. وليد سليمان، علي معلول لفترة مقبلة بإذن الله يكونوا موجودين مع الفرقة، الأجواء كلها كويسة بإذن الله، وبإذن الله بإذن الله يكون التوفيق بس مع موجود مع لاعبي النادي الأهلي ويكون اللي جاي كله انتصارات بإذن الله. النهارده التمرين خفيف طبعا كريم نهواند استاذ خالد، النهارده التمرين خفيف على ان طبعا بعد مباراه امبارح قويه جدا مع فريق كبير، هو فريق طلاء الجيش اللي بيمتلك لاعبين على اعلى مستوى طبعا وجهاز فني كبير، النهارده التمرين هيكون خفيف، هنشوف بقى مستر بيتسو موسيماني بكره يقرر راحه ولا لا، هنعرف بعد نهايه المران، هنطمئن بعد نهايه المران مع الدكتور خالد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي عن حاله المصابين اللي ممكن يلحق مباراه فيتا كلوب اللي هتكون يوم السبت، مين اللي ممكن يلحق، وليد سليمان يلحق ولا ما يلحقش، علي معلول يلحق ولا ما يلحقش، هطمئن بعد نهايه المران اما نشوف الدكتور خالد الدكتور احمد ابو عبله طبعا رئيس الجهاز الطبي، ولكن كل المؤشرات باذن الله باذن الله بتقول باذن الله ان القادم افضل باذن الله لكل لاعبي النادي الاهلي. كريم نهواند انا معاك ولو في اي استفسار. انا عندي نقطه اخيره سريعا جدا يا شريف، امبارح شفنا تالق كبير جدا بعد عوده اكيد اجايه، وزي ما احنا كنا بنقول والنقاد تحدثوا يعني امبارح اجايه بصراحه كان بيلعب مدافع بيلعب مهاجم بيلعب بلاي ميكر وتالق بشكل كبير جدا، كيف هي الاجواء بقى النهارده لما جه التدريب، الكلام اللي دار ما بينه وما بين اللعيبه ما بينه وما بين موسيماني، خلينا برضو نطلع الناس على النقطه دي. يمكن أجاي من أول دخوله بوابة النادي الأهلي في الجزيرة فرحان جدا، اللي بتسمع على وجهه طبعا أحرز أهداف، ظهر بشكل متميز جدا في مباراة الأمس. يمكن أجاي قوبل بترحاب شديد من لاعبي النادي الأهلي وهنوه على الأهداف، أجاي لاعب كبير جدا وراجع من إصابة بعد فترة غياب، عاوز يعوض كل فترة غيابه، الأجواء كويسة مع أجاي وكل لاعبي النادي الأهلي، ولكن مستر بيتسو موسيماني ما خصش النهارده لاعب فقط على حدة أو اتكلم مع لاعب،
بيتكلم مع كل المجموعه يعني بلغه قويه جدا. يمكن مستر بيتسو موسيماني من النادر ان يتكلم بشكل قوي جدا النهارده في المحاضره، كان كلامه كان باين جدا زعله من اداء لاعبي النادي الاهلي. عموما نتفائل المرحله المقبله، وباذن الله عندنا ثقه كبيره جدا في لاعبي النادي الاهلي، لاعيبه على اعلى مستوى في كل مكان. النادي الاهلي بيمتلك لاعبين على اعلى مستوى، باذن الله ربنا يوفق مستر بيتسو موسيماني في تشكيله او اعداده لمباراه قويه جدا مع فيتا كلوب، وباذن الله الافضل يكون يعني خير للنادي الاهلي، وباذن الله يكون يوم السبت باذن الله فوز للنادي الاهلي على فريق كبير هو فريق فيتا كلوب، اللي بالمناسبه اللي جميل قال ما تعرفوش فريق معسكر في القاهره، وبيستعد بشكل قوي جدا لمباراه النادي الاهلي، ولكن باذن الله عندنا ثقه كبيره جدا في كل لاعبي النادي الاهلي، باذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الاهلي باذن الله يوم السبت باذن الله. نشكرك جدا، نشكرك يا شريف على التغطيه دي، واحنا اكيد بنامل نفس يعني امنياتك دي ان شاء الله يوم السبت يكون الفوز اهلاوي، وكمان يعني نشوف مباراه حلوه. شكرا ليك جدا. هي جاي يستحق مننا ان احنا نتوقف عنده للحظات، بس هنستاذنك ان اللحظات دي تكون بمجرد العوده من الفاصل. فاصل ثم عوده ال10 الصبح في الاهلي. يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. وقفنا في كلامنا مع ضيفنا العزيز الاستاذ خالد الاتربي عند تفصيله او عند نقطه اجاييه اللي كان فايق جدا امبارح، واللي عمل شغل كبير امبارح وعوده قويه بعد فتره التوقف. يعني انت رؤيتك ايه لاداء اجاييه امبارح؟ طبعا بس في جزئيه كده قبل ما نروح لشريف، انا قلت هو احنا بنقول كده ليه؟ لازم ارجع لها بس الاول. بنقول كده ليه؟ لانك انت النادي الاهلي. الطبيعي لازم يبقى شكلك افضل واحسن، بس لازم نقول للناس برضو ان مفيش فريق بيفضل طول الوقت قطر سكه حديد ماشي كده، لا لازم يكون في اهم حاجه انك بتقدر تحقق اهدافك. يعني في ايجابيات كتيره امبارح لازم نتكلم عنها. اولا الحفاظ على انك لحد الدقيقه الاخيره بتقاتل زائد 90 زي ما بنقول، دي لسه موجوده والحمد لله هتفضل موجوده، لان دي او ده روح النادي الاهلي، ودي روح النادي الاهلي. محمد الشناوي وتالقه، وده هنتكلم فيه كتير. اجاي وهنتكلم فيه كتير زي ما حضرتك قلت. انما في المجمل ده الطبيعي، ده الصحي. احنا النهارده كسبانين وبتكلم في بعض النقط اللي المفروض شايفين اللي هي عايزه عليك، احسن ما نفضل نقول في حاجات والدنيا وردي والدنيا كويسه. لا، الدنيا هتفضل كويسه طول ما احنا بنعالج واحده واحده، لان هي دي الفرقه الكبيره وهي دي الانديه الكبيره. في فرق بتتعادل وبتخسر وبيقول لك احنا خسرنا باداء مشرف، ده ما ينفعش في النادي الاهلي. بينفع في بعض الاوقات زي مثلا قلناها في مباراه بايرن مثلا، بتلعب في حاجه عالميه، بتلعب بفوارق كبيره جدا، انما مش في كل الاوقات بتقول كده. انما انت بتكسب النهارده وبتقول عندنا 1 2 3 4، يمكن حد يشوف ان في توافق بين كلامنا وبين الارض الواقع، فيبدا انه يصلح، يعمل تدوير او يعمل حاجه. فكان لازم احنا بنقول كده، لان احنا طبعا مبسوطين ان النادي الاهلي كسب، مبسوطين ان النادي الاهلي ماشي في طريقه على ان هو يكسب الماتشين الجايين، ياخد القمه قمه الدوري زي ما هو متعود، كسبان بعد خساره وداخل على مباراه مهمه قدام فيتا. فده المجمل او دي الصوره اللي لازم تتقدم ولازم نعملها خلال الفتره اللي جايه. ندخل بقى على أجاي. أجاي الواضح قدام الناس انه كان لاعب مصاب، رجع كاس العالم للانديه، دلوقتي بقى النجم بتاع الفريق. انما علشان اصلا في قصه كده لطيفه او نقول ملهمه بالنسبه لأجاي طول الفتره اللي فاتت دي كلها. أجاي اول ما اصيب في مباراه نهائي القرن خلص بالقضيه يعني الزمالك، حصل له قطع او خلع في الوتر الوحشي. التشخيص الاول من كام دكتور ان اجاي لابد انه يعمل عمليه جراحيه، يقعد تقريبا 3 شهور ونص عقبال ما يرجع، وده معناه انه مش هيشارك في كاس العالم الانديه. ده كان بالنسبه لاجاي بنقل كواليس الصوره يعني حقيقيه حصلت. حتى انا بنقلها ليه؟ لان حد في النادي يعني كنت في مساحه من الحوار بيننا بتكلم معاه لما اجاي قرب يرجع، فبقول له انت عارف اللي مضايقني ايه؟ قال لي ايه؟ قلت له ان الناس اجاي بالنسبه للناس، لان احنا كنا عارفين الخطوات ماشيه ازاي. قلت له ان اجاي بالنسبه للناس لاعب اصيب ورجع، انما ما حدش عارف الكواليس ان زي ما بقول لك انه كان منهار جدا لانه مش هيشارك في كاس العالم للانديه، لان كان حلمه
الكبير جدا انه يشارك في كاس العالم الانديه. ففي التوقيت ده ظهر راي طبي جوه الجهاز الطبي، وده كان الراي الاقل شويه. طب ما ممكن نعمل علاج تحفظي. اجاي مسك في الكلمه دي، مسك في الكلمه دي ومسك في الامل، وهو امل يعتبر ضعيف بالنسبه له، لان وارد جدا انه ما يلحقش برضه، لان امكانيه انه يلحق بالعلاج التحفظي يعني زايده بنسبه 5% مثلا او 10%. هو مسك في دي، حتى لو كان ممكن يتاخر اكتر، لو دي فشلت كان ممكن يتاخر اكتر من 3 شهور ونص. هو يعني كان هو عايز اي امل بس. واثناء ما هو بيعمل ده، والمفروض ان هو عنده وقت قليل جدا، اثناء ما انا بقول لك كواليس اول مره على فكره، واثناء ما هو بيعمل ده غاب تقريبا 6 أيام عن البرنامج بتاعه، لانه كان ساعتها ابنه عنده اشتباه في فيروس كورونا. خالد بقى؟ لا مش خالد تقريبا، يعني هو يعني ابنه ولا انا بغض النظر عشان انا عارف مش عارف مين بالظبط يعني. المهم في نفس التوقيت قاتل، ودي كانت في مصلحته على فكره بالمناسبه، الراحه دي الالهيه المفروض يعني، لحد ما وصل انه قبل يشارك في التدريبات الجماعيه، قبل السفر يمكن باسبوع، قبل القايمه، قبل قائمه كاس العالم الانديه ويتحط في كاس العالم الانديه. وكان ساعتها الكابتن سيد عبد الحفيظ بيقول ان اجاي بيقاتل، وهو فعلا كان بيقاتل عشان يشارك في كاس العالم الانديه، والظروف برضو تسمح لاجاي ان حسين الشحات يتوقف وان كهربا يتوقف وان كل ده يحصل، واجاي برضو يشارك في كاس العالم الانديه. مكتوبه له، هي مكتوبه له، فدي تبقى نقطه تحول بالنسبه له. والنهارده او في مباراه الامبارح، في مباراه طلائع الجيش، هو اللي يكون البطل الاول بالنسبه لك، هو اللي بيقاتل، هو اللي بيهاجم في التوقيت اللي كانت في ناس بتطالب ان اجاي يمشي. وهنا بقول في اوقات وفي الانديه الكبيره في حاجه اسمها لاعب يشيلك ولاعب تشيله. ان في الحالات اللي زي كده في لاعب تشيله شويه ويشيلك شويه، ده لازم تحافظ عليه، ده لازم يكون موجود معاك، لانه عارف امتى كويس قوي، مش عارف يعني ايه بيلعب في النادي الاهلي، وان وجوده في النادي الاهلي ليه دور، ان هو في اوقات معينه يظهر كده زي البطل، وهو اللي يكون بطل. احنا بعد البطوله ما تخلص وبعد ما تتوج انت بالدوري ان شاء الله، هتقول ان مباراه طلائع الجيش اللي اجاي كان ليه دور فيها، ومباراه الفلانيه كان ليه دور فيها، هو كان البطل. عشان كده بقول لك ان اللعيبه اللي زي كده تشيله ويشيلك تستحمله، انما اللعيب اللي يفضل متداري فيك على طول، ده على طول بيمشي ما بيقعدش. ليه؟ لان النادي الاهلي محتاج ده، محتاج انك تشيله ويشيلك. بس يعني لطيفه جدا المعلومات اللي انت قلتها يا كواليسك يا خالد. دايما عندك قصص حقيقيه لطيفه جديره بالذكر، تتقال في الاوقات اللي خلاص بقى عارف اللي هو ما يعني ما ينفعش انك ما بديهاش يعني لازم تتقال، تظهر دلوقتي. الشناوي لازم نتكلم على التطور الكبير لمحمد الشناوي. محمد الشناوي في الانفرادات من وقت مش بعيد قوي كان في حاجه معينه كانت بيعملها الشناوي، عارف، ودايما مش الشناوي بس، معظم حراس العالم لما بيقف في نص الملعب، لا المهاجم بيقولوا بلغه الكره كده بيلبس الحارس ضربه جزاء، بمعنى ان هو لما يكون رايح يروح يكون رايح منفرد، فغصب عن الحارس بيروح مندفع طبعا، فيلمس في رجل المهاجم، فالموضوع بيخلص، فالحكم بيصفر منهم. المره اللي كان على ركبه كمان صد فيها الشناوي، لو الناس تركز في اغلب اوقات الاوقات اللي زي كده كل تحركاته، ودي سرعه بديهه كبيره جدا وتطور فيها بشكل كبير جدا، انه دايما بيكون باعد ولازم يكون عامل حركه موضح للحكم انا بعيد صح، بس في نفس الوقت من اول خالص بيتحرك يقفل الزوايا على المهاجم ايا كان، لازم في اي وقت من الاوقات هتيجي جون، في يعني وارد جدا طبعا. المفروض طبعا. اي انفراد بنسبه 70% يدخل جون يعني بنسبه 70% المفروض مع الشناوي الحمد لله ده قل، وكمان نسبه ضربات الجزاء قلت، وده طبعا. الحارس اللي بيتعلم من اخطائه واللي بيطور نفسه هو ده اللي دايما بيكون في المقدمه، عشان كده بتشوف ان الشناوي بيبقى اوقات كتير جدا هو البطل بتاع الماتش بتاعه. ليه؟ بالتعليم والتطوير، وانه بيجتهد. احنا بنقدم للناس نموذجين اللي هو اجاي والشناوي، يعني ايه لاعب ممكن يطور نفسه مهما كبر سنه، لازم يطور نفسه. دي رساله لكل لعيب على فكره، انت مش موظف، لاعب الكوره لاعب مبدع، لازم يشوف النقص عنده ايه،
لو شاف جسمه ضعيف شويه يقويه، لو شاف ده لعبت النادي الاهلي وكل اللعيبه. لو عايز تستمر في الاهلي يعني مش فكره بس انك انضميت للاهلي ان انت كده خلاص، او في الملعب بشكل عام يعني لازم يكون او في الملعب بشكل عام أكيد. ده شغلك أكيد. ده التطبيق الاحترافي زي ما بيقول قدامك بيحصل. عشان كده ده هتلاقي مثلا واحد زي كريستيانو رونالدو لسه موجود، هتلاقي واحد مثلا زي زلاتان ابراهيموفيتش موجود في حين مثلا ان في ناس كانت زملته واعتزلت بقى لها 12 سنه. فده الفرق، ده الفرق بين اللاعب المحترف الناجح. ممكن يكون عندي مهاره كويسه اوصل لجزء معين، اوصل لمكان معين، انما بعد كده بفشل. فالنجاح انك تحافظ على المكان اللي انت فيه وتعديه، ما توصلش للقمه وترجع تقعد في القاعه وتقول انا نجحت في يوم من الايام. طيب خليني اروح معاك برضو يا خالد، يعني اللي فات خلاص احنا دايما بنحب نتكلم على اللي جاي، عندنا مباراه يوم السبت، يمكن المباراه امس يعني ليها اكيد يعني كواليس، وزي ما انت قلت لنا بعض النقاط برضو، يمكن الجمهور بيشوف بزاويه، الكواليس الحقيقيه او الصوره الحقيقيه ممكن نكون مش واصله لنا. ولكن على الصعيد الثاني قبل ما اقفل الملف بتاع امبارح، لما كان في مؤتمر صحفي الكابتن عبد الحميد بسيوني، هو تحدث ان احنا بنلعب يا جماعه ثالث العالم، واحنا فخورين بالاداء اللي احنا قمنا بيه، واحنا يعني بنلعب بخصم قوي جدا، ده النادي الاهلي، وتحدث بهذا الشكل امبارح في المؤتمر الصحفي. احنا بنامل ان شاء الله احنا كجمهور اهلاوي يوم السبت يبقى فيه اداء مختلف. هل بتتوقع يا خالد يوم السبت الجاي هيكون فيه اداء مختلف فيما يختص تحديدا الشراسه في البدايات، يعني الروح اللي احنا عارفينها عن النادي الاهلي هو الضغط من الدقائق الاولى، هل ممكن نلاقي ده يوم السبت ان شاء الله؟ اتوقع ده باذن الله، لان كمعلومه اللعيبه نفسها كسبت امبارح طلع الجيش، انما هم زعلانين. لاعب النادي الاهلي متعود انه، على فكره ما هو مفيش فرق بين لاعب النادي الاهلي والجمهور والاداره، كيان واحد، كلنا طبعا جمهور على فكره، كل اللي في المنظومه جمهور. صحيح. وكل الناس بيتمنوا، واللعيب نفسه بيتمنى انه يكون بيستمتع وهو في الملعب. لاعب النادي الاهلي بيحب انه يستمتع ويحب انه يقدم اداء، وبتلاقيهم بعد ما بيقدموا مباريات كويسه بيكونوا مبسوطين بنفسهم ويشيروا على الانستجرام وتويتر، وده على فكره وده شيء موجود في كل العالم، مش بدعه يعني اللعيبه بتعملها. انما اتوقع ان ده يكون دافع، احنا كنا متوقعين ان ده بعد مباراه سيمبا يظهر قدام طلائع الجيش. انما خلينا نقول ان برضو قدامنا وقت كويس قبل مباراه فيتا، من النهارده قدام مباراه فيتا نعالج بعض الحاجات، نسترجع قوانا شويه، لان اللعيبه فعلا منهكه ذهنيا وبدنيا. في جزئيه كمان مهمه، في انا بتابع كويس جدا على السوشيال ميديا سواء من خلال قناتي على اليوتيوب او على تويتر او فيسبوك، في مش انقسام، في اراء، رايين، راي متحفظ جدا على الهجوم او الانتقاد للجهاز الفني وللعيبه، وده ليه اسبابه. الراي الثاني بيتكلم على انتقادات لازعه، خلينا نقول لازعه، نقول احنا بننقل نبض الجماهير، لازعه للعيبه وللجهاز الفني. انا بس عايز اوصل رساله مهمه جدا. موسيماني بقى له تقريبا 5 شهور مع النادي الاهلي، وهرجع لحواره الاخير، ان انا دايما بالنسبه لي ليه مرجعيه، الراجل اتكلم واتسال تطبق ادواتك كلها امتى، ونشوف الكوره اللي كانت بتتقدم مع صن داونز ازاي في النادي الاهلي، لان صن داونز معروف انه بيلعب كوره على الارض، بيلعب كوره بسرعه، يعني فتره موسيماني كان متالق برضو، خلينا نقولها يعني، خلينا بس الناس شافت النسخه الكويسه قوي من صن داونز، انما موسيماني قعد فترات طويله مع صن داونز، اكيد كان ليه مباريات متتابعه، اكيد كان ليه يعني. مفيش مدير فني في العالم بيفضل ثابت على جزئيه معينه، ولا فريق بيكسب على طول، غير زي ما قلنا قبل كده في البلاي ستيشن يعني، خلينا نبقى واقعيين. بس دي جزئية. يعني الجزئيه الثانيه، الراجل قال لك انا بقالي 5 شهور، 5 شهور هنا، جيت على نصف نهائي بطوله قاريه بالظبط، غايب عن حاجه معينه، عديته، لقيت نفسي في نهائي قدام الزمالك وده ما بيتكررش كتير، فضغط عالي نفسي على اللعيبه، بص الانفجار بالنسبه للعيبه بعد الفوز عامل ازاي، المعنوي كل ده بيأثر. دخلت على بطوله كاس مصر، دخلت على كاس العالم للانديه، رجعت في مدعكه بتحصل في الدوري وفي بطوله افريقيا. فانا عايز اسال فين الوقت، هو راجل بيقول كده، فين الوقت اللي افرض فيه بقى سياستي؟ أيوة. انما هو أيوة. في الاول وفي الاخر في التوقيت اللي احنا فيه
يوصل للهدف. بس على فكره ما هو برده الفتره الجايه ما تقاليش هتكون متاحه قدامه بشكل كبير فيها يعني ضغط الاوبشن ده برده مش متوفر قوي. ما في نفس الوقت هو راجل ماشي بيصلح راجل هو مضطر ان هو بتصلح اكيد وانت بتصلح حاجات او بتفرض سياسه معينه اكيد بيقع منك حاجه اكيد بتلاقي نفسك وانا عارف ان في قرارات هو ده انا عارف كمعلومات يعني هو خد قرارات وبيراجعها وخد وشاف انه اخطا في بعض الاوقات وبيراجع وبيحاول يصلح. ده مقبول جدا كلنا كده في اماكن انما في الوضع العام انا بالنسبه لي النادي الاهلي في مكانه الصحيح. من حق الجمهور انه يقلق لما يشوف الفريق متراجع مثلا اداء انما اختلف مع اي حد بيقول موسيماني لا انا شايف ان موسيماني مشروع وتجربه لابد انه يستمر وياخد وقته علشان انا ما بحبش على الصعيد وجهه نظري ما بحبش اللوم على المدير الفني والتقطيع فيه في كل الاوقات وان اروح بتفكيري لا ده لازم يمشي ده لازم ده بيتقال ده كلام غير عقلاني يعني بصراحه يعني لو التفاصيل اللي خالد بيقوله بيحصل ما هو بيحصل بس كلام غير عقلاني ان هو يطرح اصلا يعني زي ما انت قلت الراجل جاي في فتره صعبه وفي ضغط ومش بس ضغط على اللعيبه كمان هو ضغط عليه هو بالظبط احنا بنطرح كل الكلام اللي بيتقال وبنتناقش فيه علشان دي مهمتنا الاساسيه اللي هو الناس الراجل بيقول لك انا عايز وقت وصبر فنحاول نصبر شويه لان الوضع مش مزري الوضع كويس احنا قدامنا لينا مباراتين مواجهتين نكسبهم الاول لينا مباراه جايه قدام فيتا اكسبها الدنيا تبقى كويسه فالامور باذن الله ده يحصل ربنا يستح الحال وكل ده يتحقق ويحصل ان شاء الله الفتره الجايه وكالعاده بنسعد بوجودك معانا يا خالد ربنا يخليك نورتنا وشرفتنا واثقين في مديرنا الفني واثقين في لاعبتنا باذن الله الفوز يكون يوم السبت ويعني وزي ما انت قلت يا استاذ خالد فعلا احنا محتاجين وقت وهدوء هي الجمله دي اللي حلوه نختم بيها زي الفل احنا حلقتنا خلصت مع حضراتكم بكره باذن الرحمن يتجدد اللقاء قبل دلوقتي بساعتين وحلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي صباح الفل.